بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. يا أهل الحصانة، ماذا عن حصانة المواطن؟ إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين ولقاء الخميس في موعدكم مع ملك وكتابة. حلقة أعتقد تأتي في أيام مفرحة وظروف مبهجة وتساؤلات أيضا مشروعة. لعل السؤال الأكبر اللي استهل بيه المهندس عادل الحلقة، يا أهل الحصانة، لمن الحصانة؟ فين حصانة المواطن؟ لو أنا أتمتع بالحصانة أستطيع أن أسبك وأن أعتدي عليك مرة واثنين وثلاثة، وإذا جرؤت بالرد علي فأنت مهدد بالحبس وإعمال القانون. أين حقك بعد أن انتزعت حقك؟ حد يجاوب لنا على السؤال ده. هي الحصانة مقصود بها إيه؟ أن تحمي المواطن الذي يتحمل مسؤولية إضافية، أن يحاسب على آرائه ومواقفه، وليست أبدا أنها بتديله رخصة للاعتداء على الناس وعلى أعراضهم. فمن يفعل هذا؟ قولوا لنا الطريقة اللي نتحاسب بها. هل هناك جهة في البرلمان نستطيع أن نلجأ إليها مثلا يقولوا لنا لا ما تحققوش معاه، الجأوا لنا، نقول لهم حاضر عينينا الاثنين. لكن ماذا عن أمهات المواطنين وأعراض المواطنين وسمعة المواطنين؟ ماذا عنهم؟ أعتقد ده سؤال مشروع وسؤال يكثر على ألسنة الكثيرين. فكرة الحصانة البرلمانية لم تعطى لأحد، أو الحصانة عامة أمام القانون لم تعطى لأحد إلا لأعضاء مجلس التشريع، مجلس النواب، وأعطيت لهم فقط تحت قبة البرلمان. لا، والهيئات القضائية يتمكن كل من يتمتع حتى بحصانة. يتمكن عضو البرلمان من مواجهة السلطة التنفيذية ومن عرض آرائه بمنتهى الحرية وبمنتهى القوة في إرساء القانون. لكن حصانة برا إطار القانون، هذا ما يحتاج إلى توضيحات كثيرة لخدمة هذا المجتمع. عشان كده هي حلقة مهمة، هناك 5 عناوين رئيسية فيها. السيمفونية 9 للأهلي، وليد سليمان درة على تاج الموهوبين، قبلة على الرأس تعيد السيناريوهات المفضوحة، الزعيم يسعى للوصل، وأخيرا جمال عبد العظيم السلطان الحائر. محتوى إن شاء الله تستمتعوا به، وبإذن الله يزيل الكثير من بعض علامات القلق اللي انتابت الجماهير بعد التأهل الرائع للأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا، ليجد نفسه في مواجهة الترجي. الأهلي والترجي نهائي من الوزن الثقيل في القارة الأفريقية، ونهائي أيضا يدعم ويؤكد ما أكدنا عليه وقتها، أن المجموعة الأولى للأهلي في دوري أبطال أفريقيا كانت المجموعة الأقوى. لو تفتكروا حضراتكم وقتها قال لك ده عملوا لعبة وحطوا كرة باردة وكرة سخنة عشان يحطوا الأهلي في مجموعة ضعيفة، وإذا بهذه المجموعة هي اللي بتؤهل الفرقتين الأول والثاني للمباراة النهائية في دور الأبطال يا باشمهندس. حتى وفاق الصيف اللي قال لك حاولوا يجنبوه له هو كان في طريقنا. فالحمد لله على كل شيء، ويا رب تنتهي بخير كما نتمنى احسن. كل مرة بنقرب موضوع طال شوية ان شاء الله. ودي المعاني المهمة اللي حضراتكم هتتابعوها في حلقة الليلة، وبإذن الله تعالى هنحاول معاها وضع الكثير من النقاط على الحروف المهمة في هذا التوقيت. مجلس إدارة النادي لا يزال مستمرا حتى الآن، يناقش عددا من الموضوعات المهمة. ان شاء الله مع انتهاء الجلسة هيكون لينا تناول بالتفصيل لما سوف يسفر عنه الاجتماع من قرارات. لكن العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي بيقول ان الاهلي هيحتفل باليوبيل الفضي ومرور 25 سنة على افتتاح فرع مدينة نصر. كان افتتاح فرع مدينة نصر لو تذكروا حضراتكم 28 اكتوبر 93. ده ترتيبات في مدينة نصر حاليا بتجرى للترتيب لهذا الحفل الكبير في اليوبيل الفضي. عايز تعرف شوية كواليس؟ تخيل ان نادي مدينة نصر ده اتبنى في اقل من سنتين. في اقل من سنتين. انت كنت مدير نادي. 93. ولكن
الاستعداد استمر أكثر من 10 سنين. يعني الفريق مرتجي جاب الأرض. كابتن الوحش استلم. الكابتن الوحش استلم. لا والفريق مرتجي استلمها. جاب الأرض واستلمها. الكابتن الوحش عمل الماكيت. المخطط العام. ووقفت الأمور عند هذا الحد. وكان السور بتاع النادي مش مبني. فكان المقلب لمخلفات المباني. فالمشير أبو غزالة رحمة الله عليه يعني لجأ له النادي الأهلي نظف الأرض بتمن التكلفة يعني. فكان لزاما أن نبدأ نبني سور وإلا في خلال سنة هنرجع زي ما كنا. أطنان من الحجارة والقمامة في الصحراء. وقتها مدينة نصر الحتة دي كان المتر ب 300 جنيه. جينا في المجلس التكميلي كنت عضو مع كابتن صالح. كنت انا عضو مجلس إدارة معاه. أي. وفتح الموضوع. وقلنا علينا أن نشرع فورا في اتخاذ الإجراءات وبناء النادي علشان ما يرجعش يبقى يعني مكان لجمع المخلفات. الحل كان ايه؟ مفيش ولا مليم في النادي الاهلي. وكان اتفتح الاكتتاب مش الاكتتاب الاشتراك ب 1750 جنيه. الدفع 750 جنيه او دفع 1000 جنيه وتبقى 750 جنيه لما نبتدي. 1750 بس ما يطلعش الكارنيه غير لما نبتدي نبني. وممنوع دخول الجزيرة. كان وقتها رحمة الله عليه المهندس صلاح حسب الله وزيرا للإسكان. ففكرنا أن ندعو المهندس صلاح حسب الله لحضور جلسة مجلس إدارة النادي الأهلي بدعوة. تفضل بتواضعه العظيم وكرمه أن قبلها وحضر الجلسة واتفتح الموضوع. عايزين نبني نادي مدينة نصر. قال وقتها المقاولين العرب هتاخد تكليف. كان في ركود في البناء وقتها. وهتبتدي تبني وتعملوا الاجراءات وانتوا شغالين وتتفقوا على الاسعار وكل حاجه، بس المهم ايه؟ البدايه. وفعلا ابتدينا. وجه المهندس اسماعيل عثمان بعد كده مكمل معانا كمقاولين عرب. شوف الجمال دلوقتي. ده سور مدينه نصر. ده إيه اخر شكله للسور. ايه الجمال ده يا اخوانا؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ فالحقيقه افتتح المبنى الاجتماعي، افتتح حديقه الاطفال وحمام سباحه الاطفال، افتتح الجنينه وبعض ملاعب التنس ومبنى صغير كده علشان يبقى لاكاديميه الكوره. الى ان تطور الامر تباعا لحد النهارده. ما الصرح العظيم بتاع مدينه نصر اعتقد النهارده المتر يتجاوز ال 50 و 60 الف جنيه هناك حوالين. اذا النادي الاهلي هو النادي الاهلي يدخل منطقه لينميها. وده كان منطلقنا مع السيد المحافظ لما عملنا حمام السباحه العالمي اللي ملوش نظير بعد كده، اللي افتتح سنه 97 98. وقالوا انتوا ما خدتوش الترخيص مع ان كنا عاملين كل اجراءات التراخيص. قلنا له يا فندم احنا ما عملناش مشروع خاص، احنا عملنا مشروع لمدينه نصر، احنا نمينا مدينه نصر. وكان اللواء مصطفى كامل احد المحافظين اللي كان ابتدى معانا التسهيلات، ولكن اتعثرت بعد كده والحمد لله انتهت بعد ما كانت وقعت غرامات ضخمه جدا. فأنا بقول لك النادي الأهلي عندما يدخل مكان هو ينميه. صحيح. وهو ما سيحدث في التجمع الخامس في الفرع الجديد. نادي مدينة نصر هو فخر للنادي الأهلي. شوف حمام السباحة ده الأولمبي. مالوش نظير. في السوفت أوبننج قبلها بأسبوع كده جه رحمة الله عليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد عبد الله الفيصل. كان في زيارة للكابتن صالح.
قال له طب انا رايح مدينة نصر عشان عندنا حمام سبح. دخل الرجل ونظر بذهول ودهشة وقال ده في السعودية يتكلف 1,000,000 ريال. رجع من هنا. انا فاكر صديقنا علي مسعود كان حاضر له مؤتمر صحفي في السعودية، بيقول للامير محمد العبد الله ساعتها قال لهم اندية ايه؟ هو انتوا عندكم اندية؟ عايزين تشوفوا النادي بجد روحوا شوفوا الاهلي عامل ازاي. حقيقة كان منبهر وفضله والده العظيم طبعا النادي الاهلي كبير طبعًا. ولذلك رغم انه لم يطلب شيء الا ان الصاله المغطاه سميت باسم كأقل شيء لنبله وعطاءه ده هو عبد الله الفيصل صاحب سمو الملكي. عبد الله الفيصل اتبرع بكل ممتلكاته في مصر لصالح النادي الاهلي. كان عنده حصه في احد الفنادق الكبرى في مصنع من مصانع الاخشاب الكبرى، اتبرع بها للنادي الاهلي باصولها باسهمها، وكان ده اول رعايه ودعم لمحب حقيقي للنادي الاهلي. شوف المحب الحقيقي اللي مش عايز حتى يشعر انه بيمن على الاهلي بحاجه. له واقعه انا نشرتها في المجله قريب، كان له جواب يا باشمهندس كتبه بخط ايده للكابتن عبد المجيد نعمان وطلب نشره في مجله الاهلي. كان الانتخابات بتاعه الكابتن صالح والفريق مرتجي رحمه الله عليه، واثير مساله ان هو قدم دعم وما قدمش دعم. فبصوا بالنبل بتاعه وصدق انتمائه. بعت الجواب يقول ان انا برفض الزج باسمي في اي عمليه انتخابيه، رغم انه كان صديقا شخصيا لكابتن صالح او اكون مقرونا باي عطاء للنادي الاهلي. قال لهم الاهلي فضله على الجميع فلا تذكروني ابدا بالعكس في جمله بالمن على الاهلي. انا حضرته وهو يقوم بالمبادره الحقيقيه في الصلح بين فريق مرتجي وكابتن صالح رحمه الله على الاثنين. اتقابلوا قدام حمام السباحه في جنينه النادي الاهلي وحضرت الواقعه. وطلب منهم ان يتصافح، وفي لحظه تصافح ويعني ما كانش في طريقه تانية غير انها تني هذا الاثنين وجود واحد زي كده. وكابتن صالح الحقيقه يعني طبعا شخصيه بحجم صاحب السمو الملكي عبد الله الفيصل، فريق مرتجي يقول لها وكابتن صالح يقول لها، والموضوع كان ابسط من انه يعني يرد هذا الطلب. إذن الأهلي يرتب لاحتفالية كبيرة بمناسبة 25 سنة أو لويل الفضي على افتتاح فرع مدينة نصر، وإن شاء الله يكون احتفال يليق بهذا الفرع الكبير المهم جدا في مسيرة النادي الأهلي. رجع الأهلي من الجزائر بعد طول رحلة سفر شقة بالأمس، لكن مفيش وقت للراحة. الأهلي عنده يوم الأحد إن شاء الله مباراة مهمة مع الوصل الإماراتي في برج العرب في إياب دور الـ16 العربي، ثم عنده الجمعة على طول اللي جاية المباراة الكبرى مع الترجي في ذهاب نهائي دوري الأبطال أيضا في برج العرب حسبما تقرر اليوم. في تدريبات بدنية مكثفة للاعبي الأهلي أدوها النهاردة، عبارة عن تدريبات بدنية. حسين عبد الدايم مساعد مدرب الأحمال قاد بعض التدريبات البدنية لمدة 40 دقيقة، اللعيبة نفذت هذه الفقرات المتنوعة، ثم كان في تدريبات كورة خفيفة وأجرى الجهاز الفني تقسيمة لبعض الجمل التكتيكية استعدادا لمباراة الوصل إن شاء الله. في تدريبات منفردة كانت لأحمد فتحي الظهير الأيمن الدولي خلال مران الفريق، وقام ببعض التدريبات في الجري حول الملعب، واكتفى بتدريبات في الجيم أيضا تحت اشراف طارق عبد العزيز. جونيور لا من شك ان كارترون عينه على النهائي الافريقي طبعا. يعني جونيور اجايبي واصل تنفيذ برنامجه التاهيلي بعد الجراحه اللي كانت اجريت له في الركبه، وبيخضع لفتره تاهيل خاصه بعد ما اجريت له زي ما قلت لكم عمليه القطع الداخلي او قطع الرباط الداخلي للركبه. الاهلي على كل الاصعده بيستعد. طبعا في كأس مصر تأجلت مباراة الأهلي مع بيراميدز، الزمالك تأهل لدور الثمانية على حساب الإنتاج الحربي، المقصة تأهل على حساب وادي دجلة، المقصة هيلاعب الزمالك في دور الثمانية، في دور الـ16 وفي دور الـ16 أيضا فاز الإسماعيلي على المقاولين 1-0 وتأهل لدور الثمانية عشان يكون في انتظار الفائز من سموحة والاتحاد، وهي مباراة مؤجلة أيضا.
تأهل حرس الحدود على حساب الجيش 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي. حرس الحدود بتأهله بينتظر الفائز من الأهلي وبيراميدز المباراة التي لم يحدد موعدها. حرس الحدود قعد في إرسال الكأس. ودائما تجده في الكأس يعمل حاجات كده مش مستنين غير متوقع منه. ما كان أحد ينتظر أنه يتجاوز طلاع الجيش، رغم كمان أنه يعني أعتقد أن طلاع الجيش كمان اتطرد منه واحد فترة مبكرة شوية، لكن الفرقتين قدموا عرض قوي، وهو يعني نتمنى أن نتأهل ونواجه حرس الحدود مجددا. الحقيقة هذه التدخلات الكثيرة عشان تشوفوا الراجل كارتيرون قد ايه هو حاوي. طبعا الحاوي الايام دي وليد سليمان ما شاء الله يعني، لكن اللي بيحصل من الجهاز الفني لعب حواه، بمعنى ان انا عندي 3-4 ارتباطات متداخلين تقريبا كل واحدة بقايمة مختلفة. كنا بنتكلم قبل الفاصل على ظروف المشاركة العربية ومباراة الوصل اللي جاية، لازم تعرف مين متسجل عربي من اللعيبة المتاحين محليا، لأن مش كل المسجلين عربيا مسجلين أفريقيا. آخرها كان تم قيد أحمد علاء المدافع الجديد في الأهلي، أصبح لدى الأهلي في القائمة العربية 29 لاعب. القائمة الأفريقية ماشية لوحدها في سكة، لكن القائمة المحلية فيها كتير من الناشئين اللي المفروض ياخدوا فرص الفترة اللي جاية. إذن أنت بصدد تدخلات، دوري داخل مع كاس، أفريقيا داخل مع عرب، هنا في ناس مش موجودة هنا وهنا في ناس مش موجودة هناك. فبالتالي الله يكون في عون كارتيرون ومحمد يوسف. ولولا ولولا ما تنبه لي النادي الأهلي منذ أكثر من عام بالدفع بعض العناصر الجديدة والتضفيرة اللي اتضفر بيها الفريق، ما تمكن كارتيرون من أنه يمشي في 3 مسارات بالأسلوب ده. وبعد كده كل الناس عايزة استقرار فني، عايزه طريقه لعب واضحه، عايزه تشكيل ثابت، ده عايزه اكتساح في كل الفرق، عايزه اكتساح، عايزه ثبات في التشكيل، عايزه تناغم في الاداء، عايزه تطوير في الاداء الجماعي. كل ده كويس، كل ده مفروض ومطلوب، لكن ازاي في ظل هذا التداخل وهذه الاجندات المشتبكه؟ انت بتتكلم في اسبوع واحد، يوم الحد في ارتباط، يوم الجمعه في ارتباط مخالف، والاثنين ما تقدرش تقول الاهلي ما يشاركش في البطوله العربيه. كان ممكن، واذا شارك لازم يسعى اليها، واذا وجد فيها يبقى لازم يتواجد بقيمته وباسمه وبطموحه وباعتبارات ان هو لا احد يرضى له غير الفوز. فبالتالي مطلوب كل هذه الحلول لمزيد من التناغم. هتلاقوا في بعض الهزات في الاداء، هتلاقوا في بعض التراجع في المستوى الجماعي للعب، لكن في كل الاحوال ما انت بتتكلم على موسم بالكامل فيه كل هذه الالتحامات. خبرة كارتيرون الأفريقية واضحة وبارزة، خبرة محمد يوسف واضحة أيضا ومؤثرة، لكن يبقى الوضع على الجمهور، على الجمهور وعلى اللعيبة. طبعا اللعيبة، أي لعيب بيقع عليه الاختراع باشمهندس عليه أنه يثبت فعلا جدير بالاستمرار في الفرصة. دي مسؤوليته. وانت في النادي الأهلي ما بتختارش البطولة اللي تلعب فيها. انت المهم انك انت لما تلعب تبقى عند الموعد وعند على قدر المسؤوليه. ودي اللي بتؤهلك بقى بعد كده انك انت تبقى في القائمه الاساسيه. نتمنى الخير لان لعيبه النادي الاهلي كلهم على مستوى عالي جدا من الناحيه الفنيه، تتفاوت الشخصيه ويتفاوت الطموح، ولكن كلهم الحقيقه مستوى عالي جدا. الجزء الصاعد، العناصر الصاعده عايزه وقت برضه هي اخرى. لازم هتاخد وقت يا استاذ ابراهيم، انت من الظلم تقييم العناصر الصاعده دي في ظل التحديات دي. العنصر الصاعد عايز ظروف مستقره كده ويلعب فيها وفرقه بتشيل. مش ينزل هو عشان يكون محل امتحان في فرقه لازم تنجح النهارده. اللي بيحصل انا شايف انه انجاز كبير جدا للجهاز الفني وجهد مشكور جدا للاعبين، واعتقد ان يعني باذن الله اذا عندما يا رب يفوز الاهلي بالبطوله الافريقيه امور كتير جدا 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 هتتغير. قائمه افريقيه بقى مكتمله هتبتدي مع ملامح لقائمه محليه وتدعيمات، هتلاقي الدنيا مختلفه. ايضا من القضايا اللي
أثارت اهتمام الجماهير الفترة اللي فاتت، والحقيقة كتير كان بيلاحقنا بالسؤال ده، هو الأهلي هيسكت على كل هذه التجاوزات؟ طب الأهلي حسم أموره التسويقية ما شاء الله ما شاء الله، عقد الملابس النادي الأهلي زي ما أكد أمير توفيق امبارح، واحد من العناصر التسويقية الشابة اللي الحقيقة واضح إن عنده قدرات جيدة في النادي الأهلي، هو النادي المصري الوحيد اللي عنده عقد رعاية ملابس. دي مسألة ما كانش كتير ياخد باله منها، بقية الناس بتشتري، لكن إن أنت يبقى عندك راعي للملابس. تخيل إن مدير يعني عضو لجنة البرامج في قناة الأهلي سابقا، وهو يعني مسؤول عن قناة المنافسة، يتهكم على العرض الرعاية بتاع النادي الأهلي، وده اللي قلناه. قلناها يا جماعه، الناس دي عواطفها وقلبها مش مع النادي الاهلي، وهو طبيعي يعني. انت قلت هنا يوم ما هيخرجوا هتشوفوا اللي هيحصل، هتشوف الوش الثاني. وهو طبيعي، هو ده اللي بيعمله ده كويس، يتسق مع مشاعره، يتسق مع مسؤوليته وكل حاجه، مش زعلانين منه، يقول له هو عايزه. لكن انا كنت زعلان قوي انك تدعي انك انت جاي تعمل مصلحه الاهلي. يعني كان وضع شاذ جدا الحقيقه، الايام بتثبت يوما بعد يوم قد ايه الواحد كان مش متجني، وقد ايه الواحد كان مخاوفه في محلها، والحمد لله ان النادي الاهلي اتلحق. الحمد لله. بقول لكم يعني الامور التسويقيه انتهت بشكل رائع جدا، سواء في عقد الملابس او عقد رعايه الحقوق التسويقيه للنادي، ملفين تم تسويتهم على افضل ما يكون وفقا لاعلى المكاسب التي كان يطمح اليها مسؤول النادي، لكن كمان الملف الانشائي ماشي على قدم وساق، وهتشوفوا طفرات جديده وافتتاحات مهمه الفتره اللي جايه. الملف الرياضي اديكم شايفين ماشي بكل هذا الثبات والتطور. ما يخص التجاوز في حق النادي الاهلي والتطاول اللي حدث اعلاميا من كثير الحقيقه، اعلاميين، رؤساء ومسؤولي انديه، اطراف اخرى، ناس غير مسؤوله، كلام كتير الفتره اللي فاتت ضغط على اعصاب جماهير الاهلي، وكانت الناس باستمرار بتسال هو الاهلي ساكت ليه؟ حتى بعد ما مجلس الإدارة أعلن عن تشكيل لجنة قانونية للإعلان عن المسار القانوني اللي هتسير فيه هذه الدعاوي، الناس شككت في جدية هذا الأمر. امبارح اللجنة القانونية في النادي المنوط بها بحث هذا الملف اجتمعت واستقرت وأعلنت بشكل نهائي، صحيح لم تحدد الأسماء بعد، لكن عايز أقول لكم هناك 6 أو 7 أشخاص ممن تطاولوا على النادي الأهلي وتجاوزوا كثيراً في الحديث عن النادي الأهلي وسمعة النادي الأهلي وقيمة النادي الأهلي ورموز النادي الأهلي، فمن ثم سيتم ملاحقتهم قضائيا بشكل واضح وصريح، وفي قضايا كثيرة يمكن الانفلات الكثير. واللي عضو منهم هيتعمل فيه يا أستاذ إبراهيم؟ واللي عضو في النادي هيتم محاسبته داخليا أيضا واستدعائه للتحقيق وفقا للائحة النادي. ده في المسارات القانونية المختلفة. يعني هناك بلاغات للنائب العام عما قريب سيعلن عنها ضد كل هؤلاء المتجاوزين، العضو منهم في النادي بالإضافة إلى هذا الإجراء القانوني سيتم أيضا استدعاءه للتحقيق معه وفقا للائحة النادي في حال الإساءة إلى النادي الأهلي. هذه الأمور أعتقد في ملف مهم جدا يا باشمهندس، كانت الناس قلقت أنه الأهلي بيتكلم بس. ما هم لازم بقى يفهموا النادي الأهلي شوية. النادي الأهلي مش بيتكلم خالص. مش بيتكلم بس. النادي الاهلي مش بيتكلم خالص. مش محتاج يتكلم. وعلى رايك انت، مره قلت الكابتن صالح لما بتساله ها رايك ايه، قال لك ماليش راي، انا ليا قرار. مش كده؟ ايوه، بس خلاص. اذا على الجماهير ان تطمئن في هذه المساله تماما، لانه جمهور الاهلي غيور على الاهلي. كان يسمع الاساءه وتحس ان كل مشجع بيكلمك حاسس بجد ان الاساءه متوجهه له شخصيا. اصلها ملهاش معنى. وملهاش مبرر. ومش معقوله انت معني طول الوقت بالكلام على الاهلي وبس. والتعدي على الاهلي وبس. ومناقشه ما يفعله الاهلي والتهجم عليه. مش منشغل بنفسك خالص. لا انت ولا اعلامك. حاجه غريبه جدا يعني. وبعدين يزق عليك ناس مفاجأة بقى، بعضهم مش عضو في النادي، وكانت الناس فاهمة انه عضو من الأعضاء المؤسسين. الحكمة كمان. وهو كان بيقدم نفسه بهذه الصفة. فتكتشف ان لا، اللجنة
وهي بتستعرض الأسماء، لا في ناس منهم كمان مش أعضاء، وفي ناس منهم أعضاء جدد. بعض الإعلاميين الجدد داخل الـ داخل الـ 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 الأربع سنوات الماضية اللي تم وتفرغوا للإساءة للنادي الأهلي حاليا. فطبعا هو النادي الأهلي هو ده دوره، إن هو ما يترشخش وما ينشغلش، وفي عنده أجهزة هي مسؤوليتها دي. خلينا يا تشتغل يا تبقى رد فعل، يعني تشتغل يا تقعد تتكلم وتتراشق، وانت ما عندكش مهارات التراشق كمان. يعني مهارات التراشق تربيتك ونوعيه السلوك ونوعيه البيئه اللي انت خارج منها مش هتجد فيها المفردات اللي تخليك تكسب هذه المعركه. طيب متجاوزة. استاذنك ومن مدينه نصر حيث يجري الاحتفال والترتيب لاحتفاليه كبيره باليوبيل الفضي للنادي الاهلي، معنا موفد قناه الاهلي كريم احمد من مدينه نصر، ومعاه الكابتن محمود الخطيب. شكرا ليك يا باشمهندس عدلي القيعي، استاذ ابراهيم المنينسي، كل مشاهدي ومتابعي ملك وكتابه، مشاهدي ومتابعي ايضا كمان قناه النادي الاهلي هنا في النادي الاهلي مدينه نصر، لقاء خاص وهام جدا مع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي عقب انتهاء المجلس طبعا اللي كان في الساعه 5 هنا طبعا في مقر النادي الاهلي بمدينه نصر. كابتن محمود، يمكن بنبقى سعداء جدا ان حضرتك بتكون متواجد معانا على شاشه قناه النادي الاهلي، وانا على المستوى الشخصي بيبقى شرف ليا ان انا اسجل مع حضرتك بصراحه. انا مجرد من الالتقاء بيكم بجماهير النادي الاهلي وباعضاء العاملين في النادي الاهلي ده بيبقى شرف ليا انا كمان. شكرا. ابدا مع حضرتك، مرور 25 سنه على اهلي مدينه نصر، احنا ما بنقولش فروع، بنقول اهلي مدينه نصر، اهلي الجزيره، اهلي زايد، حابب تقول ايه في البدايه عن مرور 25 سنه عن اهلي مدينه نصر؟ يمكن عشان المناسبة دي طبعا مناسبة عزيزة علينا جدا الحقيقة، يعني لأن المناسبة دي احنا يعتبر أهل مدينة نصر أول فرع في فروع جميع الأندية، يمكن أول فرع في تاريخ الأندية المصرية هو الأهلي في مدينة نصر. يمكن بالمناسبة دي إن شاء الله يوم 28 بإذن الله، عشان كده احنا عملنا مجلس إدارة النهاردة في مدينة نصر، ومتواجدين مع يعني في وسط المكان اللي احنا دخلناه الحقيقة وهو صحراء، يعني كان صحراء، يعني كان ده اعتقد سنه 90 كده. كان مناسبه دي عزيزه علينا جدا، وبقى الحمد لله بقى دلوقتي موجود الشيخ زايد، وان شاء الله قريب جدا التجمع، وباذن الله وفروع اخرى ان شاء الله. يعني ان شاء الله يمكن كمان لازم اخد من حضرتك كلمات مهمه جدا لفريقنا، فريق النادي الاهلي. الخطيب رئيس مجلس الاداره ممكن يقول ايه لكل لعيبتنا بعد التاهل الكبير ده؟ طبعا الاول الحمد لله رب العالمين على مشوار الافريقي الكامل، يعني كان في البدايه كان بعيد شويه عننا، لكن الحمد لله بدعم جماهيرنا وبولادنا اللاعبين والجهاز الفني والاداري اعتقد احنا وصلنا مرحله الحمد لله مرحله نهائيه. النادي الاهلي عاده بيتمتع بشيء مش موجود بالنسبه لي، يعني الاهلي ده يمكن الصفه او الشيء اللي بيتمتع بيه النادي الاهلي على اي النادي الاهلي من سنه مثلا 1901 الادارات اتغيرت، المدربين اتغيروا، اللاعبين اتغيروا، الاجهزه الفنيه والاداريه اتغيرت، طرق اللعب اتغيرت، كل حاجه اتغيرت، والنادي الاهلي الحمد لله ماشي على اعلى مستوى. ايه اللي ما اتغيرش؟ اللي ما اتغيرش هي شخصيه البطل. شخصيه البطل اللي بتتناقل من جيل لجيل، هو ده الشخصيه اللي احنا داعمين ليها على طول، وهي دي اللي بتتمتع او يتمتع بيها النادي الاهلي. علشان كده الحمد لله او باذن الله يعني هو دي نفس الشخصيه اللي هتكون موجوده، احنا اولادنا وصلوا لمرحله نهائيه. كل اللي بتمناه طبعا هم عارفين وهم كل واحد فيهم جواه احساس قوي جدا انه عايز يقدم اقصى حاجه عنده. واحنا متاكدين ان كل واحد هيعمل ده ان شاء الله. التوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى، ونتمنى باذن الله التوفيق يكون لاولادنا ان شاء الله واسعاد جمهورنا، ده شيء احنا بنتمناه، ونتمنى يكون يعني في زي ما قلت لك كده التوفيق يكون حليف اولادنا باذن الله. يعني على ذكر المباراه كابتن محمود، مباراه الاهلي والترجي، هل هتلعب مباراه 2 نوفمبر بجمهور ولا الامر ده يمكن حضرتك شايفه ازاي؟ ان شاء الله يعني ده لازم بجمهور، يعني الجمهور دوت جمهور النادي الاهلي ده الجمهور ده عظيم جدا. جمهور الاهلي دوت الحقيقه هو يمكن بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى هو صاحب انجازات كتير، وصاحب حتى نجوميتنا كلنا كويس، فاحنا عشان كده جمهور داعم الرئيس لينا، واعتقد ان المسؤولين بالنسبه لي يعني في عن الامن وفي مصر يعني
اعتقد ان هم مقدرين هذا الامر تماما. اعتقد ان جمهورنا مهم جدا جدا يتواجد وبكثافه كبيره في هذه المباراه ان شاء الله. حاجه ذكرتها يا كابتن بيوب الموسم ده، قلت يمكن اكثر المواسم بيشترك فيها النادي الاهلي في المناسبات والمنافسات على مر التاريخ، امر صعب واشتراكات بطوله عربيه بطوله افريقيه، كيف ترى هذا الامر يا كابتن محمود؟ الامر واضح، يمكن الامر واضح من بدايه الموسم كمان، ان احنا الموسم اللي فات كان 30 لعيب في القائمه، السنه دي ومع الضغط دوت ومع ضغط المباريات ده احنا بينا 25 لعيب بس، فوقع منك او يعني في ولاد من لعبتنا كتير اصيبوا الفتره ديت، انه بيلعب مش بس عشان بيلعب مباريات في وقت قليل جدا ومضغوطه جدا، لكن التاثير الذهني والتاثير النفسي لا شك انه بيبقى ليه دور كبير جدا في التاثير البدني كمان على اللاعب. وكنت اتمنى يكون السنه دي برضه 30 لعيب عشان يبقى عندنا مساحه اكبر شويه، ولكن الحقيقه ده اللي حصل، وده اللي احنا ولادنا، عشان كده بقول ولادنا الحقيقه ابطال، يعني انه في ظل كل الغيابات دي وفي ظل يعني الاصابات الكتير اللي حصلت، ولادنا الحمد لله ماشيين كويس، ونتمنى يكملوا كده باذن الله طول الموسم. وده برضه بيحصل للجهاز الفني ان هو بيعرف ازاي يستطيع ان هو يعني اي غيابات بيعوضها بشكل فني سليم. يعني يمكن سؤال اخر كمان، اتحاد الكوره يمكن ارسل خطاب او الجواب النهائي للمباراه السوبر المصري السعودي، برضو عايزين نتكلم على هذا الامر، كده تم مناقشته في مجلس الاداره، وهل فعلا فرقتنا تقدر تلعب المباراه دي في ظل الضغوطات الكبيره جدا ده يا كابتن محمود؟ هو بالفعل كان يمكن جالنا جواب قبل المجلس على طول، جواب من الاتحاد المصري، وبي يعني بيطلب فيه النادي الاهلي بصفته بطل الدوري يلعب مع بطل الكاس. احنا ناقشنا هذا الامر في مجلس الاداره، ويعني قبل ما اتكلم فيه او اتكلم في هذا الموضوع، يعني احب ان انا اقول بس نتذكر مع بعض، لان في ناس الحقيقه المفهوم عندها كان خاطئ شويه. نتذكر مع بعض من يوم 29 او 28 7 اخر شهر 7 جالنا جواب برضه نفس القصه، جالنا جواب من الاتحاد المصري، وكان طالب فيه ان احنا نلعب مباراه السوبر السعودي مصري السعودي. احنا ما اعترضناش، الناس ترجمت الكلام ده بشكل خاطئ جدا، احنا ما اعترضناش، احنا بالعكس كنا موافقين، بس احنا قلنا ساعتها ان بطل الدوري يلعب مع بطل الكاس على ملعب بطل الدوري والعكس صحيح، وكمان قلنا بما يتناسب ومواعيد النادي الاهلي، ان ما تضغطنيش بقى، يعني ما تضغطنيش بقى كمان، يعني نحط مباريات، انا عندي اهتمامات يعني مباريات مهمه جدا اللي هي في البطوله اللي في الدوري المحلي، لكن الاهم كمان البطوله الافريقيه، فيجب تنسيق المواعيد. ده اللي كان، ده اللي احنا قلناه، لكن احنا ابدا ما رفضناش ابدا ان احنا نلعب مع اشقائنا في السعوديه، بالعكس احنا كنا موافقين من اول يوم، وعشان كده احنا كمان يمكن اللي مضايقني في الموضوع دوت، او يعني مخليني ان احنا الناس ترجمت هذا الامر بشيء مش سليم، وفي نفس الوقت في بعض الناس للاسف استغلت ده، استغلت دوت واستغلوا ده لي يعني يوسعوا الفجوه دي ما بيننا وبين اشقائنا، وده شيء بالنسبه لي ما مش وارد خالص، لان احنا كان من اول يوم نفس راينا، هو نفس راينا النهارده برضه، ان احنا لما يكون لو قدرنا ننسق هذه المواعيد اعتقد ان احنا ما عندناش مشكله ابدا ان احنا يعني نأدي المباراه. الحقيقه المباراه كمان العلاقات التاريخيه اللي حصل النهارده بقى، التنسيق ده حصل، حصل ازاي؟ حصل ان جه السيد رئيس اتحاد الكوره المهندس هاني ابو ريده، وقعدنا مع بعض من يومين كده، وكان نفس الموضوع اول امبارح على طول، يعني قلت له بص يا هاني احنا محتاجين نفس الكلام تنسيق، انا مش هقدر العب مباراه مضغوطه، يعني عشان كده الحقيقه النهارده بعتوا لنا الجواب، انا شايف ان هو جواب مهم جدا او خطاب مهم جدا، لانه هو حدد فيه بقى المره دي مواعيد، ساب لنا احنا اختيار الميعاد امتى، وحدد كمان ان هو اي ميعاد بعد دوت بعد اللقاء ده، ان اي ميعاد للنادي الاهلي هيتم مراعاه التنسيق، اللي يكون في مده مناسبه لبطوله للمباراه المؤجله بتاعه الدوري العام. فالنهارده كان في 22 عندنا مباراه مع الوصل الاماراتي في الامارات، جاب جواب اتحاد الكوره ان احنا نلعب 26 او 27 او 28، كويس؟ اعتقد ان احنا لازم اخد راي الجهاز الفني هلعب اي يوم من دولت، والمباراه اللي بعديها برضه هيبقى في مراعاه من اتحاد الكوره ان احنا تبعد شويه عن اللقاء، هو ده اللي كان مطلوب من الاول،
يعني احنا من البدايه هو ده طلبنا، احنا ما طلبناش حاجه ثانيه. ولكن جماعه النادي الاهلي بصفته الرياديه بالنسبه الرياضيه العرضيه كويس، وباسم النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي لازم النادي الاهلي يكون ليه دور في حتى الترابط او يعني العلاقات المميزه جدا بين شعبين الحقيقه بتربطهم علاقات كبيره جدا، مصر والمملكه العربيه السعوديه. فطبعا احنا في اذا استمر هذا او مش هذا المباراه دي بنرحب باخواننا نادي الاتحاد ان شاء الله، وهنكون في استقبالهم ويكون ان شاء الله مباراه على مستوى عالي. امر اخر يا كابتن بيبو طبعا عايز اتكلم عليه وهو الجمعيه العموميه العاديه، هل بالفعل تمت المناقشه وتم تحديد الميعاد او اليوم بالنسبه لمجلس الاداره؟ احنا الحمد لله رب العالمين، وانا بشكر فعلا بمناسبه دلوقتي نشكر جميع الاعضاء الجمعيه العموميه، وبشكر جماهيرنا لمساندتهم للنظام الاساسي للائحه النادي الاهلي. الحمد لله يمكن النادي الاهلي خطى خطوه كبيره جدا جدا ان بقى عنده لائحته الاساسيه والنظام الاساسي بتاعه، ده بفضل اعضائنا العاملين اللي هم فعلا شاركونا في كل حرف فيها. فدلوقتي عشان احنا عايزين نعمل جمعيه عموميه عاديه بقى ان شاء الله ونمشي في حياتنا بقى بس على لائحه الاهلي مش على اللائحه الاسترشاديه. عشان كده اعتقد ان احنا يعني بعتنا للجنه الاولمبيه، الحمد لله تم اعتماد اللائحه النظام الاساسي بتاعنا، واللجنه الاولمبيه بعتت لوزاره الرياضه خطاب ان احنا خلاص تم الغاء اللائحه الاسترشاديه بالنسبه للنادي الاهلي وتفعيل النظام الاساسي بتاعه. فبرجاء من سيد وزير الرياضه ان هو يقوم بتوجيهاته، ده الدكتور اشرف صبحي، ان هو توجيهاته بقى لنشر النظام الاساسي للنادي الاهلي في الوقائع المصريه. اخيرا عشان كده احنا بس منتظرين اول مجرد ما يتم النشر ان شاء الله احنا باذن الله هنحدد ميعاد الجمعيه العموميه العاديه ان شاء الله قبل يوم 30 ان شاء الله. اخيرا يا كابتن بيبو عايز اتكلم طبعا على فريق النادي الاهلي، هل في يناير ان شاء الله نشوف تدعيمات لفرقتنا ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه ولا لا؟ والله انا عايز كلكم بس الاول ده تبقوا ورا فرقتكم، ومش عايز الناس يعني تبقى الناس هاديه، احنا يمكن خطوه كده ماشيين يعني، واكيد في يعني مخاطبه دايما مع الجهاز الفني عشان نشوف طلباتهم ايه. ولكن دلوقتي احنا في مهمه كبيره جدا، ارجو ان الناس كلها كل الناس تدعم جماهيرنا مع لعبتنا مع اعضائنا مع اعلامنا مع كل الناس مع مسؤولينا كل الناس مسؤولين الكبار في الدوله ازاي ندعم النادي الاهلي لهذه المرحله باذن الله. وبعد كده ان شاء الله هيكون عندنا الوقت نتكلم باستفاضه اكتر او بتخطيط اكبر شويه لما هو قادم ان شاء الله. بنشكرك طبعا يا كابتن بيبو، بنبقى سعداء للمره الثانيه حضرتك بتكون معانا على شاشه قناه النادي الاهلي، وده يمكن شرف كبير لكل الاهلاويه ان حضرتك تكون بتخاطب جمهور النادي الاهلي او اعضاء الجمعيه العموميه. انا بشكركم بس انتوا يعني لسه واخديني ولسه مجلس اداره خلصان حالا، فانتوا لسه خدتوني كده يعني، بس بشكركم جدا وبشكر مجهودكم. والحقيقه يمكن برضو بشكر كمان القائمين على القناه بكل مسؤوليها وكل مذيعيها وكل برامجها، لان انا حاسس ان هناك في نوع من انواع التطوير اللي كنا بنستهدفه لسه ما وصلش للمرحله اللي احنا عايزينها، ولكن اتمنى ده خطوات اولى صحيحه، اتمنى ان شاء الله اللقاء القادم يبقى احسن يعني باذن الله. بشكركم جدا، شكرا. كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله ثقتنا كبيره جدا في لعبتنا وفي الجهاز الفني. طبعا كلام مهم جدا لرئيس النادي الاهلي فور خروجه من حجره مجلس الاداره. انفردنا به طبعا، وقال فيه مجموعه من الاخبار المهمه جدا جدا جدا، ولكن انا بقى على المستوى الشخصي شايف رئيس متربي في النادي الاهلي، ابن النادي الاهلي، لا يتحدث الا من خلال عصاره السنين اللي فاتت دي، وازاي النادي الاهلي بياخد قراراته، ازاي النادي الاهلي بيفكر، وازاي النادي الاهلي بيحترم الاخر، وازاي النادي الاهلي بيدافع عن حقوقه، وازاي النادي الاهلي بهدوء جدا بيوصل لاهدافه، وازاي النادي الاهلي ايضا بيمد جسور المحبه والود مع الاخرين وعلى الاشقاء. كلام كان مهم جدا جدا جدا. خرجنا بيه يا استاذ ابراهيم بان في مباراه السوبر خلاص مع اتحاد جده، خرجنا بيه ايضا ان في احتفالية علشان مدينة نصر، وخرجنا فيه بتفسيرات كثيرة جدا لأمور كانت غامضة تحط فيها نقاط على الحروف. أيوة. وبمنتهى الموضوعية ومنتهى الهدوء،
ولكن طبعا ابننا ما حبش يتجرجر في انه يساله ايه قرارات مجلس الاداره. هو بعضها يعني يبدو ان بعضها تم مناقشته في الاسئله اللي كريم وجهها. ايوه بعضها، ما انا بقول لكن بقيه الجلسه ما اعرفش اذا كان في قرارات مجلس اداره، اذا لم تكن ممتده يعني يا ريت الاعداد يتواصلون مع حد. لكن ملاحظاتك استاذ ابراهيم بقى، شوف يعني اول ملحوظه اللي حضرتك قلتها انك امام رئيس اتربى في النادي الاهلي، ودي ظاهره من اجابات الكابتن الخطيب على بعض الاسئله اللي ليها علاقه بالعمل المؤسسي. ده رئيس النادي ومع هذا قال لك بعتوا لنا مواعيد هنرجع فيها للجهاز الفني. اول قاعده اول تقاليد اول بالزبط. نظام هو نجم الكره الاشهر ما سمحش لنفسه انه يجاوب، حتى هو بيساله على التدعيمات قال له لا هنرجع للجهاز الفني نشوف متطلباته ايه. تاني احنا بنشوف مسؤولين كل واحد بيطرح عده اسماء هجيب لكم فلان وهجيب لكم علان وهجيب لكم زيدان. فهنا بالظبط العمل المؤسسي في جهاز فني بيدي العيش لخبازه، حتى لو كان هو الخطيب حتى استاذ ابراهيم ايضا حتى لو هو عارف طلبات الجهاز الفني هو كان من الذكاء ان هو يحترم احتياج الجهاز، لا انه ما يقولش هو هدفع الجهاز الفني بس وعارفها لانهم اتناقشوا فيه. لكن هو ده العمل في النادي الاهلي، ده تاني سمه من سمات العمل بالزبط. في النادي الاهلي ما تصرحش غير باللي بيتم. دي النقطه بقى اللي انا بجد حابب اقف عندها بين قوسين لكل الناس اللي بتشتغل. انا عارف ان الراي العام شهيته مفتوحه دايما لكلام الصفقات والكلام عن الاهلي بيفوض فلان والاهلي هيجيب علان. رئيس النادي نفسه لما الامر بيتعلق بالتدعيمات ما بينطقش اي اسم الاهلي مهتم بيه، الامر عند الجهاز الفني. ممكن زي ما المهندس عدلي بيقول يبقى عارف رغبات الجهاز الفني ايه، او الترشيحات بتاعت لجنه الكره ازاي، او لجنه التسويق ولجنه التعاقدات شغال ازاي. لكن هي دي طبيعه سريه المفاوضات. انا بقول لكم هنا في ملك وكتابه كنا بنبقى قاعدين على الترابيزه كده اهو، والمهندس عدلي بيطلع من الحلقه يروح يعمل صفقه تهز الدنيا تاني يوم، بيمضي وليد سليمان واحنا خارجين انا وهو ماشيين في عربيه واحده، ما قاليش رايح فين ولا جاي منين، قال لك رحت صليت الفجر وجاني وليد خلصت معاه، مش كده؟ حصل اكثر من حاجه عبد الله السعيد كله، واكم من صفقات حسمت بهذا الشكل. فاتمنى كل الناس اللي بتشتغل في ملف التعاقدات والتفاوضات والترشيحات، المساله مش بس علشان طبيعه عمل النادي الاهلي، لا هو لما بيحصل نشر او تباهي او حد بينسب لنفسه انه بيفوض فلان او بيرشح علان او شاف فلان او رايكم في فلان، مجرد ما يذكر الاسم سعره لو بتلاته هيبقى بتلاته وتمانين على طول. اي منافس للاهلي مفيش مفاضات عاد في وسائل الاعلام ابدا بالظبط. فدي شغلانه الف باء فيها سريه، ابوها وامها السريه، لو خرجت بره نطاق السريه بقى زي اي سلعه في المزاد. استاذ ابراهيم الوقار الذي يليق بالنادي الاهلي ما نبقاش خفاف بنتباهى بحاجه ما تمتش. احنا كنا بنعزم على بعض، يعني اروح الكابتن ثابت رحمه الله عليه ولا الكابتن حسام ولا الكابتن محمد يوسف اقول له الصفقه خلصت شوف عايز تعلنها امتى، فيقول لي لا ما تجيبه في مكتبك واعلن في مكتبك وخلص. فما يعني ما كانش حد فينا متهافت انه يجري ده صفقه شريف عبد الفضيل اللي هي الناس بايته في حال صحيت في حال وخلصت الصفقه الساعه 5 الفجر ليله الانتخابات ليله الجمعيه العموميه في النادي بالزبط الاهلي بالظبط. وجه معايا شريف عبد الفضيل وقلت له ما تخرجش من الاوضه دي عشان لا تستغل في الانتخابات وسهوني برضه خدوه لفوا بيه، ولكن انا ما رضيتش اخرج. واخد بالك؟ لان احنا ما هيش مكان للزهو بقدر ما كان لانجاح العمل اللي بعد كده التاريخ بيديك حقك اذا كان لك حق. بالظبط. عشان كده نجاح المفاوضات الحفاظ على اموال النادي، انك بدل ما تدفع 10 مفيش داعي تدفع 110، الحفاظ على اموال النادي على حقوق النادي على صوره النادي، لانه ما يصحش الاهلي يدخل على مشاعر الجماهير يا استاذ ومشاعر الجماهير. افرض ان الصفقه ما تمتش بالظبط. الله بالظبط، انت اعلنت عن خطوبه لم تتم،
انت كمان فوضت واحد رفعت السعر، دخل منافس معاك شايله لك بسعر 10 اضعاف اللي انت كان ممكن تاخده بيه. بتطوع دي له اسراري ليه؟ لو انت احتفظت بسريه المفاوضات وطبيعه عمل النادي. ناهيكوا عن انه فكره العمل الجماعي، محدش له فضل عن النادي الاهلي ابدا خالص، ومحدش بيجيب واحد لوحده. يعني كابتن، بقول لكم كابتن صالح سليم واحد من امهر وافضل واشهر نجوم جيله وما بعد جيله وما قبل جيله، ما نسبش لنفسه مره انه رشح لاعب وجابه. او كابتن حسن حمدي وزير الدفاع، او كابتن محمود الخطيب اشهر مشاهير الموهوبين، كل دول نجوم كره كبار قوي، عينهم كويسه ورؤيتهم كويسه، لكن ما حدش بيملك لوحده يجيب لاعب للنادي الاهلي. رغم ان ايه كابتن صالح مثلا، عوده الكابتن حسام وكابتن ابراهيم حسن من سويسرا ده هو بالكامل. سالني رايك، ايه رايك ايه؟ قلت له دي خبطه، دي خبطه تبقى خبطه العمر. ما اتكلمش معايا تاني فيها. فوجئت انه راح لكامل ابو علي، وكان اول مره يعني نسمع الاسم ده. كان شريك في نيو شاتل، في نيو شاتل، وكان بيعمل قريه سياحيه في الغردقه. والراجل يعني مع الكابتن صالح وساهم في ان الصفقه دي تنجح، ورجعوا وما مصر كلها ما عرفتش غير لما الاثنين رجعوا. والكابتن صالح انهى من الالف الى الياء بالظبط، ولا احد ولا اتكلم ولا محتاج. اصل هتزود ايه وتنقص ايه؟ صحيح، هي بتزود النادي الاهلي. يعني الصفقه اضافت، كانت بدايه انطلاقه السبع بطولات اللي ورا بعضيها بالظبط. فهي دي سياسه عمل النادي الاهلي، ودي طبيعه النادي الاهلي، ودي شخصيه البطل اللي كابتن خطيب في كلمته اشار ليها، انه من 1907 تعاقبت على الاهلي اجيال، مجالس اداره، مسؤولين، اعضاء، الكل بيتغير، نجوم غيره، كل العناصر دي متغيره وفقا للاجيال، ودي طبيعه الزمن، لكن بقيت فقط فكره شخصيه البطل، شخصيه النادي الاهلي. هذه الشخصيه سواء على المستوى الاداري، على المستوى الفني، على المستوى الرياضي في الملعب، فضلت شخصيه البطل المميزه والمميزه ايضا، هي مميزه للنادي الاهلي ومميز بها النادي الاهلي جدا. فالحفاظ عليها هو ده سر من اسرار تفوق الاهلي عبر كل هذه العصور. الاهلي فكره، وفكره حيه، فكره حيه مع كل عصر وكل وقت بيبقى فيها المزيد من المكنونات اللي الناس بتكتشفها وبتتعامل معاها. المساله اكبر من مجرد نادي صدقوني، لكن بشرط الحفاظ على هذا الوضع المميز لشخصيه البطل بجد. ايضا من اطار العمل المؤسسي انه النادي الاهلي لما كابتن الخطيب قال لك اول ما جالنا جواب تقريبا في 29/7 على ماتش السوبر المصري السعودي، نفس الموقف نفس الكلام خالص، قال لك كان موقفنا واضح جدا، بندعم العلاقات، مهتمين جدا بالتواصل مع الاشقاء في السعوديه، حريصين جدا على اقامه هذه يطلع المباراه. يطلع بقى يقول لك الاهلي مش عايز يلعب والاهلي بيعتذر لكن عندنا اجنده مشتبكه جدا، والجهاز الفني مش قادر يفك الاشتباك بين المواعيد اللي متداخله فعلا. احنا عشان نلعب هنلعب بما يليق باسم النادي الاهلي وبقيمه الكره المصريه وباهميه الحدث في التواصل مع الاشقاء، لكن يطلع الاهلي مش عايز يلعب، الاهلي زعلان، الاهلي غضبان، الاهلي مش مهتم، الاهلي ضد العلاقات، كل الكلام ده اتقال والاهلي ما ردش. الاهلي بيتعامل ورقيا، بيتعامل بشكل مؤسسي. لما الاتحاد المصري لكرة القدم وهو الجهة الممثلة للكرة المصرية هو صاحب القرار، وده اللي احنا قلناه هنا، حريصين على العلاقات المصرية السعودية، مهتمين جدا بدعم هذه العلاقات، لكن من يقرر امر الكرة المصرية هو الاتحاد المصري لكرة القدم، وهو النادي الاهلي، مش هو اللي اعتذر من افريقيا وذهب الى البطولة العربية ليحتضنها مرتين ويلعب السوبر اكثر ويعيدها بقوة. طيب، وعمل انجح بطولات الحمد بالزبط لله بالظبط. لا، العلاقات اللي بين الاهلي والاشقاء في الخليج وخصوصا السعوديه والامارات، دي علاقات اكبر من المزايدات، بيدعمها التاريخ يعني، مش صحيح. واعتقد ان احنا شفنا هذا الحرص من الكابتن محمود الخطيب، وبهدوء ايضا، المساله ما فيهاش لا مزايدات ولا، وعشان قلنا لكم عشان كده احنا لما قلنا كان عندنا حق، ولا الكلام يا جماعه ده موقفنا من الاول، ولما اتحلت المشاكل دي احنا مع بعض
وحريصين على هذا بالزبط. اللقاء المهم والدعم للعلاقات بإذن الله. وكان موقف فيه كل الاحترام لنادي الهلال السعودي اللي الناس وقتها فسرته غلط. الأهلي بطل الدوري في مصر والهلال بطل الدوري في المملكة. كان رأي الأهلي ورأي الاتحاد المصري لكرة القدم أنه بطل الدوري المصري لاعب بطل الكاس السعودي وبطل الدوري السعودي لاعب بطل الكاس المصري، والمباراة دائما في أرض بطل الدوري، سواء الهلال بيلعب في السعودية والأهلي بيلعب في القاهرة، دي مسألة بديهية وثابتة من الاتحاد المصري ومن النادي الأهلي. النادي الأهلي تمسك بما أعلنه الاتحاد المصري لأنه هو المظلة اللي بتمثل الكرة المصرية، محدش بيقرر له. الأهلي بيحترم هذه العلاقة وبيحترم هذا الإطار المنضبط. فبالتالي لما الاتحاد المصري زي ما كابتن خطيب قال أنه قعد مع المهندس هاني أبو ريدة وقال له مهتمين أن احنا نقيم المباراة بين بطل الدوري وبطل الكاس، قال له أوكي هنبعت جواب. الكابتن خطيب قال الجواب جه النهاردة قبل الاجتماع، بيدي النادي أيضا حرية تحديد ميعاد، حدد 3-4 مواعيد. الجهاز الفني هيبحث تثبيت موعد من هذه المواعيد. تديني كذا ميعاد هقول لك ده يناسبني. يعني هي دي المرونه، هي دي الناس اللي عايزه تنجح بطوله، وده شغل صح. كان الكلام في البدايه عن تاهل الاهلي لنهائي افريقيا ودور الجمهور، ودي مساله شديده الاهميه وهنتكلم فيها النهارده بوضوح، لانه الاهلي محتاج جمهوره. شفتوا في سطيف قد ايه جمهور الوفاق كان مؤثر جدا في مجريات المباراه. الترجي عنده جمهور شديد الحماس مع فرقته، بالمناسبه مباراته مع الاخيره حصل فيها مشاكل كتيره جدا، اصيب فيها 50 فرد امن وتم القبض على عدد كبير من الجماهير نتيجه شغب برضه في اطار نفس الحماس. رغم فوز الترجي رغم فوز الترجي على اول اغسطس 4-2 وتاهله، لكن حصل احتكاكات عنيفه. 4-2 3-2 ما كانش يكفي. فبالتالي ترجع عنده جمهور كبير جدا. مباراة الإياب في ملعبه يوم 9 نوفمبر هيكون الملعب كاملا مع الترجي. يحتاج الأهلي إلى هذا السلاح. هنا كابتن خطيب في كلامه عنده كل الثقة في مساعدة كل الجهات المعنية والجهات المسؤولة إنها تدعم فرصة الأهلي. وجود الأهلي في المباراة النهائية صورة مهمة جدا للكرة المصرية. فوز الأهلي بإذن الله تعالى بدور الأبطال يؤهله للسفر لكأس العالم للأندية. أولا ده بيساعد في ترسيخ عودة الكرة المصرية لمكانتها الأفريقية سواء على مستوى، خاصة احنا داخلين في العام القادم عام كأس الأمم الأفريقية. لما يكون عندك بطل دوري أبطال أفريقيا، المصري خرج من الدور قبل النهائي للكونفدرالية، بإذن الله تعالى يكون عندك بطل دوري الأبطال، عندك فريق يشارك في كأس العالم للأندية، هذه المرة البطولة في دبي. يعني الجماهير المصرية الكبيرة والجالية العربية الكبيرة وكل الجماهير الإماراتية الأهلي في كأس العالم للأندية، المسألة شديدة الأهمية في تعزيز أجواء البهجة حول الرياضة المصرية كلها. فأنا أعتقد الحدث يستحق والأهلي يستحق وجمهور الأهلي أيضا يستحق المزيد من التسهيلات حتى يمتلئ استاد برج العرب ما دام قد تقرر استضافة المباراة فيه. يستحق فعلا هذا الحدث يا باشمهندس انه يكون كامل العدد باذن الله، وباذن الله تمشي الامور في سلاسه وفي تقدير للمسؤوليه من قبل جماهيرنا، عشان هم شايفين مدى اهميه تواجدهم. يعني باذن الله. اخيرا وقبل ما نطلع للفاصل هنوريكم صوره، اعرفوا لنا مين بيرقص مين. ده سؤال بسيط، مين بيرقص مين في الصوره دي؟ ودي في ملعب مختار التتش ومن فترات طويلة جدا، يمكن فات عليها يجي 40 سنة ولا حاجة. مين ده يا باشمهندس؟ الأحمر مين؟ ده محسن صالح طبعا. الأحمر الكابتن محسن صالح صانع ألعاب النادي الأهلي وواحد من أمهر لاعبي خط الوسط في جيله. بيرقص الفنان عادل إمام. بس عادل إمام رقص مصر كلها بعد كده. كان الزعيم عادل امام بيصور فيلم في النادي الاهلي، كابتن محسن صالح قال ان هو طلب منه ان هو يشارك في هذا الفيلم اللي شارك فيه الكابتن اكرامي، لكن محسن صالح رفض فاكتفي بهذه اللقطه في انه عادل امام بيدخل عليه وبيرقصه. ده كانت
بعض الأخبار، لكن هناك الكثير من الكلام المهم، وكيف أن قبلة على الرأس أعادت كل السيناريوهات المفضوحة. بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. قبلة على الرأس تعيد السيناريوهات المفضوحة، تكشفها، تكسفها، تلقي الضوء عليها بوضوح وغزارة عشان تكون الحقيقة واضحة وجلية. وقت ما أعلن عن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي للمستشار تركي آل الشيخ، قامت القيامة في أماكن كثيرة، وشفنا الاتهامات اللي وجهت للنادي الأهلي وللعلاقة، وشفنا السيناريوهات ازاي مشيت. تقريبا نفس السيناريو اللي بيتقال دلوقتي فيما يخص رعاية بريزنتيشن للنادي الأهلي وفقا لقيمة قياسية تليق بمكانة النادي الأهلي وحقوق النادي الأهلي التسويقية. الرابط بين الأمرين أو بين الحدثين يكشف عن حقيقة واحدة، الفكرة كلها معاداة النادي الأهلي، الفكرة كلها إزاي النادي الأهلي ما يستفدش، الفكرة كلها إشمعنا، رغم أن احنا بنتكلم على استثمار وإحنا بنتكلم على قيم تسويقية وبنتكلم على حقوق إعلانية وبنتكلم على علامات تجارية وحاجات كتيرة جدا تخلي كل واحد طبقه مختلف على التاني، وتخلي الاحتراف ما فيهوش حاجة اسمها بطاقة التموين اللي هي المخصصات التموينية موحدة بين الجميع. عندك أربع عيال هتاخد كم إزازة زيت وكم كيلو سكر. الناس عايزة الاحتراف بمفهوم فعلا المخصصات التموينية، مش لقيم السوق والعرض والطلب. عشان كده الدوشة اللي حاصلة جد كبيرة جدا يا باشمهندس، لمجرد انه رئيس شركة بريزنتيشن الأستاذ محمد كامل وضع قبلة الفرحة والسعادة بهذا الإنجاز وتعرضنا لها كتير على رأس الكابتن محمود الخطيب، وشرحنا ان دي هو يعني حلم إنجاز انه يبقى آخر حبة في عقد الاحتراف او عقد الاحتراف تحققت، اللي هي الحبات الكبيرة النادي الاهلي. المعاناة التي عاناها رئيس بريزنتيشن لحد ما حصل على هذا العقد كانت تدفعه الى هذه الفرحة العارمة. هو الانجاز مش قبلة واحد قابل نجمه المفضل، لا ده هو واحد يعني ممتن قوي ان في النهاية المسألة مثلت بشفافية، وإن في الآخر كل واحد خد اللي هو عايزه من هذا الاتفاق. ولكن فكرة إنك تحول الرعاية إلى نوع من الدعم، طب وأنا كمان، ده مش دعم، ده حقوق، ده هو بيدفع فلوس مقابل باقة بياخدها، باقة ليها قيمة. لو عندك أنت نفس القيمة للباقة بتاعتك هيديك نفس القيمة، تزيد يديك أزيد، تقل يديك أقل. هو ده الكلام المحترفين. انما نروح بقى مجردين الامر وعشان نروح لناحيه شكليه لافساد المشهد وافساد الفرحه ودايما خلق ازمه تبتلع حدث، هذا امر خلاص بقى مكرر والناس فهمته. محدش هيبتلع فرحه الاهلي ولا نجاحاته ابدا، تتعمل مع بعضيك وانتوا حرين، لكن مع النادي الاهلي ليه؟ انت روح خد برضو اعمل الباقه بتاعتك وجيب اكتر من كده، لكن انك انت تحاول الموضوع وكانها منحه من شركه للنادي الاهلي وتعيد نفسه اللجاجه بتاعه الاهرام، والاهرام الاهرام الذي يعني على فص عينه انه سايب رعايه الاهلي بيسعى كل سنه ان ياخدها وبيخسر البيدنج او المزايده بفارق زهيد جدا عن اللي بياخدها، رغم ان بتبقى ضعف اخر عقد كان واخده. بالطبع، لان هو يحقق دائما الارباح من الارتباط بالنادي الاهلي. ولولا ان الاستاذ محمد كامل يعلم جيدا حجم الفايده اللي هتعود على شركه بريزنتيشن ما كانت هذه القبله، هي قبله النجاح، قبله الامتنان اخيرا، فما هياش يعني. طب انا عايز اقول حاجه، يعني حاجه غريبه جدا. ده في صوره المهندس هاني يوم الكاس، هاني ابو ريده
وهو بيقرص او بيداعب رئيس النادي ويقرصه من ودانه في فرحه عارمه، ما حدش طلع قال يعني ان رئيس اتحاد الكوره فرحان قوي بالكاس، يعني دي دعابه خدناها في اطار الدعابه والفرحه المشتركه. ولولا قرارات الحظر كنا وريناكم دلوقتي هذه اللقطه الحقيقه. لكن يعني ايه دي فيها؟ عايز بس اقول حاجه، انا اتوقف قدام التفاصيل اللي هي مش مقصود بيها يا استاذ ابراهيم الا ان ايه يعني افساد المشهد بتاعك. طيب النادي الاهلي كان عنده عقد مع صله ب 500 مليون جنيه، العقد الجديد ب 510، يعني 10 ولا 20؟ 10، المهم في زياده طفيفه لان في حقوق كتيره مترتبه، بس 20 520 مليون. اذا انت بتتكلم في 20 مليون زياده، هذه الزياده زياده طفيفه بعامل الوقت. الناس دي ما اعترضتش ليه لما كانت الاهلي قيمته التسويقيه ب 500 مليون؟ لا اعترضوا برضه، وشركه مش مصريه على فكره اعترضوا وقتها برضه، بس ما كانش في بوسه. ما هو ما لا لا وسبب تاني. يعني كان في سبب تاني واحنا كمان عايزين كده انه يضغط فياخد حاجه. اوكي، لكن الفكره كلها هذه كانت القيمه التسويقيه للنادي الاهلي اللي بموجبها ايضا فازت صله ب او فازت برزنتيشن بالعقد الجديد ده على الترابيزه. وده كارقام ال 20 مليون دول يا استاذ ابراهيم مهمين جدا، هي زياده طفيفه بس لها معنى، ان انا لم اخسر بفسخ العقد، بالعكس. أيوة، كسبت. انه لو كنت انا محدش هيسيبني فانا هتأزم، يعني انا لو كنت عملت العقد ب 450 ما كانش هيبقى شكله كويس. لكن انما هو ده الحفاظ على قيمه النادي الاهلي. هي دي قيمه النادي الاهلي القابله للنمو باستمرار بين يوم ويوم. مش ده الموضوع، انا بتكلم بقى على فكره القبله اللي فجرت كل المشاكل. انا هعتبر ده او هو بالفعل مشاعر شخصيه. انت مال سيادتك؟ واحد بيبوس واحد، واحد هيبوس على راس واحد. عايز اعرف على المستوى الشخصي والمستوى الانساني ومستوى المشاعر الشخصيه بين الاشخاص، ده يضايق الناس في ايه؟ لو كنتوا فاهمين ان بطاقه التموين لازم يتوزع عليها بوسه كمان يبقى ده كلام تاني خالص. لكن فكره العلاقات الشخصيه بين الاطراف بما لا يجير على الحقوق، ما تقالش ان انا هبوس علشان هدي الاله حاجه زياده، او هبوس عشان هبخس حق التاني بقيمه كذا. ليه بالحاكم مشاعر الناس؟ انتوا مين؟ انتوا مين عشان تتدخل في اطار علاقه شخصيه لواحد بيقدر واحد، واحد بيحترم واحد، واحد شايف ان ده قيمه يستحق ويحتاج ان انا فعلا احتضنه واقبله واعبر له عن مشاعر تقدير وفرحه وسعاده. هي مفهومها ان كيان بيحترم كيان. طيب كيان بيحترم كيان له قيمته، هذا لا يجور على بقيه الكيانات. نادي الزمالك نادي محترم، ونادي الاتحاد نادي محترم، ونادي الاسماعيلي وكل الانديه انديه محترمه. أن يعبر رئيس شركة تسويقية مهمة جدا عن تقديره لرئيس نادي كبير، عايز أعرف اللي بيتكلموا حضراتكم نصبتوا من نفسيكوا قضاء على مشاعر الناس بأمارة إيه؟ بتحاسبوا الناس على مشاعرها الشخصية في تقديرهم للأشخاص بأمارة إيه؟ أفهم إن أنتوا تتكلموا على أرقام، أفهم إنك أنت تقول لي النادي ده النادي ده يستحق إنه يكون قيمته كذا، انت اديته كذا، انت ظلمته، اقول لك روح انزل السوق وان شاء الله تجيب مليار، يبقى ده سعرك وده ثمنك وده حقك. لكن بنحتكم الى اليات سوق وترجع تحاسب الناس وتفضل عامل لي دوشه وعمال تمر على كل القنوات ومش هنسكت ومش هنسمح، وازاي يبص راسه؟ يعني انا افهم حاجه، ده مضايق الناس في ايه؟ ايه المطلوب؟ كابتن احمد حسام ميدو وهو واحد من النجوم اللي احترفوا في عدد كبير من الانديه الاوروبيه ويعلم قيم السوق وحقوق التسويق، وهو نفسه في اي نادي كان بيلعب فيه القيمه التسويقيه بتاعته اعلى من ناس اقل منه، وايضا قيمته التسويقيه في ناس كانت اعلى منه، والنادي اللي كان بيلعب فيه غير بقيه الانديه، وكان عليه حقوق تجاريه في ذات المرات فرضت عليه عقوبه علشان ما حضرش مؤتمر اعلاني للرعاة بتوع النادي. يعني الراجل عنده من الخبرات الاحترافية التسويقية ما يكفي. نشوف أحمد حسام في المرة الأخيرة في صدى البلد كيف تحدث عن هذه القبلة.
ازاي نخلق مشكلة ونصدر أزمة لمحمد كامل. الراجل ازاي يعبر عن مشاعره ويبكي، ازاي يفرح بصفقة كبيرة جدا شركته وكل الشركات الدولة سعت إليها فترات طويلة، وإقحام الدولة واستنساخ الأهرام، مع ان احنا قلنا كتير انتوا شفتوا الأهرام كان بياخد العقد بكام، بيكسب من وراه قد ايه. يعني اللي بيرتبط بالنادي الاهلي هو اللي مستفيد. صله ارتبطت بالنادي الاهلي وسعت ان هي تجدد عقدها مع النادي الاهلي بضعف القيمه، بضعف القيمه. هي الصله دي مش شركه سعوديه، ايه علاقتها بالدوله؟ العقد تضاعف سعت اليها انها تكسبها. دي الحقيقه اللي انتوا مش عايزين تعترفوا بيها، دي الحقيقه المره في حلوق هؤلاء، انه الاهلي قيمته التسويقيه جذابه جدا، جذابه بمعنى انها تجذب كل الشركات المعنيه وشركات التسويق انها ترتبط بيها. من هنا كانت فرحه الاستاذ محمد كامل، وانه بيقول كل العقود اللي عملناها بندفع، ان الاوان ان احنا ناخد، ان الاوان ان الشركه فعلا تشعر ان هي هيجي لها دخل كبير من وراء رعايتها للنادي الاهلي. لكن مشاعره الشخصيه هي فين المحاباه؟ هو كان حابب النادي الاهلي فيه؟ ايه اللي عمله من محاباه للنادي الاهلي في عقد كان ب 500 بقى ب 520، وكانت الاهرام والاخبار منتظرين، وكانت وكاله او شركه الاهلي للانتاج الاعلامي بما ليها من حقوق تسويقيه جاهزه ان هي تسوق حقوق النادي الاهلي ويكسب النادي الاهلي ربما اكتر. مؤكد كان هيكسب اكتر. يعني بس كان عايز خبرات اكتر. يعني النادي الاهلي مش ماسك حقوقه واقف بيها على باب السيده مستني حد يعطف عليه. لا، النادي الاهلي قيمة تسويقية كبيرة يسعى كل هؤلاء للارتباط بيها والاستفاد من قيمتها وحقوقها التسويقية. فين المحاباة اللي ممكن شركة من شركات الدولة تنحاز فيها للنادي الأهلي؟ والأمر كان من خلال ممارسة محدودة بين كل الأطراف، سعى الكل أنه يستفيد من وراها. إنما فكرة الزمالك من حقه يفسخ، إذا كان القانون بيديله من الحق يفسخ، ما حقه يفسخ، الامر يخصه هو مع الشركه. اذا كان الاهلي ما هوش طرف، يفسخ يفسخ. اذا كان شايف القائمين عليه شايفين ان ده مصلحتهم، مصلحتهم يفسخوا، مصلحتهم يتعاقدوا هنا وهنا، امر لا يخص النادي الاهلي ولا يعنينا على الاطلاق التحدث فيه. احنا بنتمنى للزمالك ولكل الانديه كل الخير، لانه في الاول وفي الاخر ده لمصلحه الكره والرياضه في مصر. لكن الزج بالنادي الاهلي واحنا باستمرار ندخل النادي الاهلي طرف في الصراع لدرجه نحاسب الناس على مشاعرها الشخصيه لما تعبر عن تقديرها للنادي الاهلي، محدش يتكلم فعلا. والمهندس هاني ابو ريده بيدعم رئيس نادي الزمالك وبيقرصه من خدوده وفرحان انه كسب بطوله، ما طلعش النادي الاهلي ساعتها وقال اشمعنى ما عملتش معاه كده وانت بتديني درع الدوري. النادي الاهلي ما عملش كده وقال لك ده كده انحياز من رئيس اتحاد الكوره للطرف المنافس. مساله يعني ومش صغيره وشخصيه وقليله جدا، واخشى ان هي تكون كل هذه الهبه وهذه الغضبه لهدفها الزمالك، ولا زعل على الزمالك ولا حاجه، ارضاء اطراف اخرى كانت ترغب وكانت تعتقد انه بانسحاب الرعاه الاهلي هيتازم ومجلسه هيهتز وهيقول الحقوني. الاهلي ما قالش الحقوني، الاهلي اشتغل بكل احترام وبكل ثقة في النفس وبكل خبراته، قدر يعيد تسويق حقوقه. ميدو اللي قال الكلام ده هو ميدو اللي قال قبل كده كلام مهم شفناها الحلقة الماضية، لكن نذكر بيه دلوقتي لأن وقتها من سنتين كان ميدو عارف قيمة الحقوق التسويقية للنادي الأهلي عاملة إزاي. طب يعني إذا هي لحظة كلها مشاعر. يعني هو المؤسس الاستاذ محمد كامل في مشاعر خاصه بالصفقه التي تمت وفرحته بها، اتصرف بطريقه فيها تلقائيه، تلقائيه اعرب فيها عن فرحته بهذه الصفقه، ما راحش علشان يعني شاب جون حلو راح يبوس نجمه المفضل. كمان الكابتن ميدو في لحظات الاحترافيه بقى لما بيقعد يدي اللي انا بيعجبني كلامه بقى، ويتحدث عن الاحتراف ويتحدث عن اداره الكوره، عن طموحه هو بالنسبه لكره القدم، بتشعر انك اذا راجل محترف بيتحدث الحقيقه. هو كمان كان تحت وطئه انفعال، كان متاثر جدا، ربما زي ما انت بتقول كان كل التوقعات بتقول الاهلي سيعاني في الملابس وسيعاني في الرعايه، في اسبوع واحد يعمل عرضين
عقدين افضل من اللي كانوا يعني كانوا موجودين. دي مشاعر مش هناخدها في اكتر من كده، لان في قرارة نفسه الكابتن ميدو يشعر ان لا، الاهلي قيمته التسويقيه هي اللي بتؤدي الى هذه الارقام، وهو يعلم هذا يعني. انما عندنا الاستاذ محمود معروف ايضا يتحدث عن القبله اللي كشفت برضو كل السيناريوهات. شوف هيسيب الدنيا. نشوف الاستاذ محمود معروف. استاذ محمود عايز يحدد تبوس راس مين وما تبوسش راس مين. ابوس راسك والنبي، نحاول نحط الامور في مكانها الطبيعي. ابوس راسك، انا شخص بيقدر شخص، هو انا لسه همشي بورقه ابوس الشيخ احمد الطيب وابوس الانبا توادرس وابوس فلان فيما عداهم؟ لا، البوس حرام. لا والله يا جماعه، المسألة أسهل وأبسط من كده وخالص. المسألة إن أنتوا فعلا مش عايزين الخير للنادي الأهلي، لقيتوها في هذه القبلة، بقت هي ديت قبلة الأزمة يا باشمهندس. أنت عارف أنا لو متضايق منها أمسك نفسي عشان ما تبانش عليا قوي كده. فطبعا، لكن الأستاذ محمد شبانة كيف رآه؟ كيف رأى الأمر يعني؟ طيب، المعترضين زملكاوية والزعلانين والغضبانين زملكاوية ورافضين القبلة الشهيرة زملكاوية. صديقنا محمد شبانة راجل زملكاوي، اختلفنا معاه في حاجات كتيرة جدا، وارد ان احنا نختلف معاه في حاجات اكتر، لكن في هذا السياق هو تعرض لهذه القبلة الشهيرة برؤيته. نسمعه. يا عالم ياهو، بوسه 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 على راس الراجل، عملت كل ده يعني؟ مش مثلا حتى يعني حضنين، جاب مثلا ولاده واحتفل بيهم، راح له البيت، بوسه بوسه بوسه. تخيلوا محمد كامل بس راس محمود الخطيب، ومش حتى مش دمع يعني، صوته عمل بس قال لك انا بصوا بقى انا هفسخ، انا يعني اذا ما كانش عاجب برزنتيشن يعني انتهى الموضوع، ولازم موقف حاد جدا مع برزنتيشن، ولازم موقف حاد جدا مع محمد كامل، ورعايه الزمالك مش عايزينها، وشركه عالميه جايه في الطريق على فكره. يعني الزمالك انت عارفين الراجل رئيس النادي قوي جدا على مستوى العالم، يعني عمل تليفون امبارح بالليل، يعني البوسه كانت اول امبارح كانت الخناقه، النهارده شركه عالميه ركبت الطياره وجايه في الطريق. عارفين طوابير بقى واقفه يعني لرعايه نادي الزمالك الحقيقه، زي مانشستر يونايتد كده بالظبط حقيقه يعني. فبوسه بوسه يعني الحقيقه لما تفكر في الموضوع تلاقي نفسك يعني عايش في عالم سمسم بالظبط، افلام كرتون. احنا ده فيلم كرتون. هي طبعا بيتحدث عن إطار المبالغة في التعليق على مشهد لم يستغرق لحظة، وفي كل الأحوال هو قال إن في عقد رعاية عالمي ينتظر نادي الزمالك. خلاص، ربما خلينا ناخدها بالمحمل ده بقى، إن نادي الزمالك لقى فرصة أو سبب يحتج بيه إنه يفسخ عقده لأن عنده عقد أفضل. خلاص ماشي، وده له صلة. وده كلام له صلة. انما كمان حتى الاستاذ فتحي سند، وهو راجل زملكاوي وهو شيخ النقاد ومن عتات الزملكاويه بس دمه خفيف جدا، تعال نشوف برضه كيف راى هذا الامر يعني. يعني الاستاذ فتحي سند وهو راجل زملكاوي شايف انه عقد بهذه القيمه يتفق ويتسق مع قيمه النادي الاهلي التسويقيه، أن ينجز النادي الأهلي هذا الاتفاق وهذا العقد، فده في مصلحة الرياضة والكرة المصرية، لأنه استقرار الأهلي ماديا واقتصاديا هيصب بشكل مباشر في مصلحة الرياضة في مصر، وشايف أنه ده حق النادي الأهلي، وشايف أنه من الطبيعي أنه رئيس شركة يكون مبسوط وسعيد جدا
بانه عمل ديل بهذه القيمه مع هذا الكيان، من حقه فعلا انه يفرح، ومن حقه انه يعبر عن مشاعره وعن فرحته باي طريقه يراها. خلي بالك ان الكابتن خطيب شده وبس. هو يعني راح بس راسه. نقول بقى سر صغير، وهو مش سر. ما هو الاستاذ محمد كمان كامل كمان ممكن كان يستشعر وهو اثناء المفاوضات ان المجلس ده مش هيرحب قوي بالتعاون مع شركه بريزنتيشن، على خلفيه تصوره من الاول ان العلاقه مش حميميه زي المجلس السابق. فوجئ ان الاحترافيه الكامله. وفوجئ ان لا، بالعكس، مصلحه النادي الاهلي تسبق كل شيء. هذا هو امتنان. ظلمتك انا بجد. لا، هذا امتنان. هو اكتشف ان لا، ده انا كنت خايف من حاجه مش موجوده. انا لا، بالعكس، شايف النادي الاهلي فير، شايف النادي الاهلي حقق لي، ما خدش مني موقف ولا حاجه. بالعكس، هنا النهارده بقول لك احسن حاجه اتعملت ان برزنتيشن تمسك القناه، تمسك النادي الاهلي واتحاد الكوره. ليه؟ الكونفليكت او اختلاط الاوراق اللي كان بيحيرنا في المؤتمرات الصحفيه والغرامات اللي كانت بتتوقع النادي الاهلي، تعرض الرعاة، والحيره كانت في تعرض الرعاه. لما كل الرعاه يبقوا مع بعض، اعتقد ان هذه خطوه احنا يا سيدي شايفينها ناجحه لينا. اللي عايز يحققها لنفسه يروح للشركات العالميه وربنا يوفقهم، ومش هنتغاظ لو عملوا اكتر من النادي الاهلي، ولا هنزعل لو حد بس حد. لا، مش هنتضايق، يعني احنا خدنا حقنا. غيرنا بقى ياخد حقه اكتر من حقه واقل من حقه، دي لا يعنينا الامر. هو ده النادي الاهلي، علشان كده السيمفونيه التاسعه للاهلي. كلام مهم جدا يسعد كل الاهلاويه. بعد الفاصل. الاهلي على وفاق مع الاميره. انا اعتقد تاهل الاهلي للنهائي هذه المره تاهل على صعوبته وعلى كل ما فيه من توتر وقلق وراحت وجات كتير، لكن في النهايه انتهت الى السيمفونيه التاسعه للاهلي يا باشمهندس. ما هو اشهر سيمفونيات بيتهوفن، وهي التي لم تكتمل وقد اصابه الصمم، هي اعظم اعماله ايضا. أي. التسعه. فنرجو ان يعني هذا اللقاءين الجايين يبقوا سيمفونيه حقيقه للنادي الاهلي. يصل من خلالها الى البطوله الافريقيه. اولا هتبقى اللقب ال21. ويتيح لك أن تلعب على اللقب ال 22 اللي هو بتاع السوبر. بالظبط. وبعد كده حلال حلال. فيعزز وجودك بين عظماء العالم. يعزز ويبعد المسافة بينك وبين اللي وراك على الأقل. ويقربك. ويقربك خطوة. على أمل إن ريال مدريد السنة الجاية كمان ربنا يكرمه. برشلونة بقى ربنا يكرمه. لا، يكرمه زي ما كرمه السنة دي كده. ويدينا فرصة أخرى، لأن الثلاث سنين فاتوا هو استغل عدم وصول النادي الأهلي في التسع الفارق يعني. يعني جاء من خلف الاهلي ليسبقه ثم يتسع الفارق، لانه الحقيقه كان بيكسب ثلاث القاب كل سنه، كان ورانا بلقب، كسب ست القاب، بقى سابقنا بخمسه. فاعتقد ان يا رب يا رب ان احنا نحقق هذا اللقب، لانه له معنى في ودلالات كثيره يعني. شوفوا، اعتقد ما يدعو للفخر بجد، ما يدعو الفخر كل مصري مش كل أهلاوي، وكل عربي مش كل مصري، وكل أفريقي مش كل عربي، إنه يبقى عندك نادي بيسابق عظماء أندية العالم، نادي في التصنيف في عدد البطولات القارية والدولية، يتحط في مصاف الأندية العالمية الكبرى، نادي عينه على ريال مدريد ومن ورا منه أو مزاحمته مع برشلونة. هو ده الفخر بالأهلي. الأهلي مش مشغول بالقرن اللي فات اللي خلص من 20 سنة. الأهلي متصدر تصنيف القرن الجديد، يأمل ويطمح إن شاء الله تعالى مع تعاقب الأجيال وتواليها الحفاظ على نفس القيمة ونفس المكانة ونفس الصدارة إن شاء الله، لكن رايح لبعيد قوي، رايح لحاجة تشعر كل أهلاوي وكل مصري وكل عربي بالفخر بجد، إن أنا أزاحم عظماء أندية العالم. هي يا رب مكانة الأهلي. يا رب تتحقق يا أستاذ إبراهيم بإذن الله تعالى. بإذن الله. التاسعة أو السيمفونية التاسعة كما أرادها بيتهوفن بتاعنا، تحقق
المشوار المهم فيها والصعب في الجزائر. ولما قلنا هنا قبل المباراة الماضية المباراة صعبة، كنا عارفين أجواء الجزائر بتبقى عاملة إزاي، وعارفين طبيعة الجماهير الجزائرية عاملة إزاي، وعارفين طبيعة الأداء لدى اللاعب الجزائري عاملة إزاي، والفرص الكتيرة اللي ضاعت هنا ادت درس كبير قوي مهم لكل اللعيبة، انه في المناسبات الكبيرة والمناسبات النهائية الحاجات دي ما بتتكررش كتير، التركيز الكبير قوي مطلوب، الحرص الشديد قوي في استغلال ارباع الفرص مش انصاف الفرص مسألة مهمة جدا. مباراة الصيف كان من الممكن جدا ان انت تسافر وانت حاطط رجل على رجل، كان ممكن جدا تخلص هنا 4-5، سهلة جدا كانت، لكن الاطمئنان والاحساس ان انا كسبان 2 فابدا درجة التركيز تقل في الفينشنج بتاع اي فرصة، ده اللي بيضيع هذه الامور، زي حتى خطأ الشناوي وهنتكلم فيه. لكن في النهاية زي ما بقول لكم الدرس الكبير اللي سابته مباراة الصيف انه لا، لازم تأمن نفسك كويس قوي وتعض على الفرص بالنواجذ، ما بتتكررش كتير قبل ما تتأزم المسألة. تأهل الاهلي وصعوده كان محل اهتمام لافت جدا من كل وسائل الاعلام، في مجله الاهلي خصصت عدد اليوم لتغطيه مهمه جدا للحقيقه زميلنا محمود شوقي اللي سافر موفد المجله للجزائر، قدم تغطيه رائعه جدا عن تفاصيل المشهد في الجزائر، وكان المنشط اللي بيربط بين ما حدث من صفقه قياسيه كبيره جدا مع التاهل الملياري في النهائي. الفريق صاحب القيمه الملياريه بيصل الى المباراه النهائيه. تخطى سطيف وتأهل للترجي 2-9 نوفمبر بالقاهرة ورادس. مدرب الوفاء بيعترف لمجلة الأهلي أنه حقا نادي القرن، وفي حديث معاه يتحدث عن الأهلي بتقدير شديد جدا. رقم قياسي تاريخي في عقد الرعاية هو قبلة على رأس الأهلي. حلو، على رأس الأهلي ده تعب بيلخص. وأهلا بالوصل الإمارات الشقيق الأحد. الأخبار قالت الأهلي يصعد لمواجهة الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بطل مصر يفوز على وفاق سطيف 3-2 بمجموع اللقائين، والحاوي يحرز هدف الإنقاذ. الأهرام قال الأهلي في نهائي دوري الأبطال رغم هزيمته أمام وفاق سطيف، بطل مصر يقدم عرضا جيدا لمدة 60 دقيقة ثم انهار في آخر ربع ساعة بعد أخطاء الشناوي. المسا قالت الأهلي في نهائي العرس الأفريقي فاز 3-2 على الوفاق الجزائري في مباراتي الذهاب والعودة، كارتيرون أدار اللقاء بذكاء وتحقق له ما أراد. الأهرام المسائي الأهلي في النهائي من تاني، خسر أمام سطيف 2-1 واقترب خطوة من الأميرة التاسعة وسيناريو 2012 يتكرر. التوفيق يدعم كارتيرون والتقدير من نصيب الطوسي ووليد سليمان فارس الأمس. الأخبار المسائي الأهلي نمبر 1، الأحمر يعبر وفاق ويضرب موعدا مع الترجي في نهائي دوري الأبطال. الهداف الجزائرية رابطة أبطال أفريقيا، وفاق سطيف 2-1، وفاق سطيف 1 الأهلي 2، تأهل الأهلي للنهائي. الهداف الجزائرية الطوسي يقول أقصينا في القاهرة وأهني لاعبي على المردود. الشروق الجزائرية وفاق 2 والأهلي المصري 1 نتيجة المباراة، التأهل للأهلي المصري والتقدير لوفاق الجزائر. النهار الجزائرية الوفاق يغادر دوري أبطال أفريقيا بشرف أمام الأهلي. الشروق التونسية الأهلي يتأهل للنهائي الأفريقي ويضرب موعدا مع الترجي. الخبر الجزائرية أبطال أفريقيا الأهلي المصري يقصي الوفاق. الشروق التونسية الأهلي يتأهل للنهائي الأفريقي ويضرب موعدا مع الترجي. الصباح التونسية خالد الملهي للصباح نيوز، تأهل الترجي مستحق والتركيز وتقليص الأخطاء مفتاح الإطاحة بالأهلي. ده من حيث استعداداتهم للنادي الأهلي، وخالد الملهي مجمل نجم الترجي السابق. مجمل التعليقات في الصحف الجزائرية تحديدا بتحمل التقدير لوفاق سطيف بعد أن تهني النادي الأهلي وتعترف بجدارته في الوصول إلى المباراة النهائية.
وهو ده الهدف من كرة القدم. انت عملت اللي عليه وفاق الصيف عمل اللي عليه، وخصوصا بعد ما دخل فيه جون هناك كانت الناس متوقعة بقى ده هتبقى مشكلة، ممكن يبقى فيه اكتر من جون ويبقى وفاق خسر رايح جاي، ولكن لانه فريق كبير، فريق فريق عظيم، فريق تقيل، فريق يعني له من الخبرات ما يسمح له الله ينهار، استطاع ان يلملم اوراقه مدفوعا بحماس الجماهير ويستثمر خطا. ما احناش عارفين الكوره عدت ولا لا، لكن مش ده المهم. المهم بقى انا عايز اتكلم على الكوره دي. الكوره دي يا استاذ ابراهيم انا اشكر الظروف انها حصلت في الماتش ده. لو خلص الماتش ده 1-0 وتالق الشناوي ربما كانت حدثت الكوره دي في الدور النهائي. ده معناها ايه؟ معناها ان انا باستمرار ابقى بامن نفسي. الكره دي كان سهل جدا بطراطيف صبع انطرها فوق العرض، بيطيرها فوق العرض، واخد بالك؟ فكان الليله خلصت. لكن طبعا الثقه مدفوعا بثقه، واحساسه بقى ان الماتش لا يمكن يعني ان احنا نخسر 4 بعد ما كان يعني الطريقه ان الاهلي يخسر 4 عشان يخرج بعد الجون اللي جبناه ده. فحاول بقى يمسكها بنوع من الثقه الزايده، خانته حتى لو حاول ان هو يعني يتدارك الامر. المهم الجون اتحسن. الاخطاء لما تحدث وما تفرقش معاك او ما تغيرش الموقف على ارض الواقع يستفاد منها، تبقى نعمه ما تبقاش نقمه. النعمه عشان نحاول انها ما تتكررش. طيب المباراه كانت محل اهتمام الاتحاد الدولي لكره القدم ايضا. قال الفيفا على موقعه الاهلي والترجي وجها لوجه في نهائي دوري ابطال افريقيا، وتحدث الفيفا في تقرير له عن ظروف المباراتين وتاهل الاهلي والترجي. الكاف عبر تويتر قال صدام العمالقه يتكرر من جديد، النهائي تحدد فمن سيتوج باللقب. موقع روسيا اليوم الاهلي المصري يضرب موعدا مع الترجي التونسي في نهائي ابطال افريقيا. الحقيقه في كل هذه العناوين الاحترام والتقدير لوفاق سطيف، التحيه والشكر والاحترام الاشد للجماهير الجزائريه، وكل الشكر والعرفان لبعثه النادي الاهلي. ليه؟ الجزائر شفنا نتيجه التوتر في الملاعب كان بيوصل للعلاقات لانهي درجه. اما يوصل ان الجمهور الجزائري يسقف لفريق مصر وهو متاهل ضد فرقه بلده، اعرفوا انه في نقله موضوعيه او نقله نوعيه في السلوك العام عندنا. اعرفوا انه ده الثمن المباشر للانضباط والاحترام والاحتفاظ بحقيقه العلاقات. استاذ ابراهيم لما تحترم الناس تحترمك. يعني كابتن الخطيب برقيه العزاء التي ارسلها استقبلوها استقبال طيب، لان ده انت بتشارك متابعهم. ايوه، وبتشاركهم في احزانهم وبتحترمهم. وانا قلت لك قبل كده الجزائريين يحبوك جدا، بس يحبوا يعني بكبرياء. احترمني اشيلك على دماغي. ايوه، وهو ده المفتاح اللي لازم يكون بيننا وبين كل الشعوب. بالظبط، الاحترام المتبادل. بالظبط، كل التحية والتقدير للجماهير الجزائرية لوفاق سطيف وإدارة هذا النادي على هذه المباراة العربية اللي انتهت. بدأت ببرقية تعزية نبيلة ورقيقة في توقيت مهم جدا، أسلجت صدور الأشقاء في الجزائر، ثم انتهت ببرقيات شكر وتبادل عناق. حتى وإن كانت المنافسة الرياضية أفضت بتأهل الأهلي وخروج أصحاب الأرض. مش عايز تعرف قرارات مجلس الإدارة؟ خلصت؟ إذا كانت معاك طب طبعا خلص اجتماع مجلس الإدارة، والزميل العزيز الأستاذ شريف فؤاد يتحدث عن ما قرره مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماع مهم مساء اليوم. مرحب بحضراتكم مجددا من أهل مدينة نصر، استكمالا لهذا اليوم الطويل واحتفاء الحقيقة بمناسبة اليوبيل الفضي ومرور 25 سنة على إنشاء أول فرع للنادي الأهلي وهو فرع مدينة نصر. والحقيقة هو كان أول الفروع للأندية، ده كانت سنة
سناها النادي الأهلي سنة 93 تحديدا 28 أكتوبر. استمعنا ربما للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في لقاء حصري على شاشة القناة قبل قليل، وتكلم عن مجموعة من الملفات المهمة جدا. أيضا مجلس الإدارة انتهى من اجتماعه في الجلسة رقم 13 لنعقرب بأهلي مدينة نصر الخميس 25 أكتوبر، واستمرت أكثر من 5 ساعات. واسمحوا لي يعني نعرض بعض القرارات وأهمها اللي وردت في هذه الجلسة. زي ما قلت لحضراتكم، المجلس كان حريص على توجيه التهنئة لأعضاء النادي الأهلي وجماهيره بمناسبة مرور 25 سنة على اليوبيل الفضي وإنشاء فرع مدينة نصر. زي ما قلت لحضراتكم، كان الفرع الأول للنادي وهو أول فرع أيضا لأي نادي على أرض مصر. ودائما يعني المزيد من الفروع والتوسع لعائلة الأهلي اللي بتسعى دائما لتقديم أفضل خدمة لأبنائها. رقم 2، الحقيقة أنه طلع مجلس الإدارة على عقد بيع حقوق رعاية النادي الأهلي المبرم بين شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي وشركة بريزنتيشن اللي أصبحت شريكة للنادي الأهلي، ووافق مجلس الإدارة على ما تم من إجراءات من شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي مع شركة بريزنتيشن، وده بناء على أمر الإسناد الصادر من مجلس الإدارة لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي في جلسة مجلس الإدارة 1/10/2018. ووافق المجلس أيضا على حوالة الحقوق والالتزامات الواردة بالعقد من الشركة للنادي وللاطلاع على كافة الإجراءات بهذا الشأن. 3، صدق مجلس الإدارة على محضر الجلسة السابقة وهي الجلسة رقم 12 اللي انعقدت في 1/10/2018، وأيضا صادق على محضري اجتماع المكتب التنفيذي رقم 27 و28 واللي كان متضمن موافقة على مشاركة الفريق الأول لتنس الطاولة رجال وسيدات في البطولة العربية المقامة في تونس في الفترة من 30 أكتوبر الحالي إلى 9 نوفمبر القادم، وده بناء أو تلبية لدعوة الاتحاد العربي لتنس الطاولة. وأيضا وافق المجلس على توصية المكتب التنفيذي بضرورة التعاقد مع لاعب أجنبي ولاعبة أجنبية لتدعيم فريق تنس الطاولة قبل المشاركة في هذه البطولة لضمان أداء مستوى راقي وإن شاء الله الفوز بها. رابعا، صدق المجلس على صرف مكافأة للعاملين بالنادي تقديرا لجهدهم الحقيقة غير العادي والمبذول خلال انعقاد الجمعية العمومية غير العادية اللي أقر فيها النادي الأهلي أو الجمعية العمومية للنادي الأهلي وأعضاء النادي الأهلي لائحة النظام الأساسي للنادي وتم اعتمادها، وقريبا تنشر بإذن الله في يعني خلال أيام في الجريدة الرسمية أو ما نسميها الوقائع المصرية لبدء العمل بها على الفور طبقا للقانون. المجلس أيضا وخامسا اطلع على الملفات المكلف بها السادة أعضاء مجلس الإدارة. حضراتكم عارفين أنه كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة كان مكلف أو المجلس كل عضو يشتغل على ملف يعني يكون بيتميز أو بيبدع فيه إن صح التعبير وينهض به. كان في ملف مهم عرضه الأستاذ محمد الجرحي عضو مجلس الإدارة المتعلق بإنشاء مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية. هذا العرض لاقى قبول واستحسان الحقيقة مجلس الإدارة، ووافقوا على ما جاء بالعرض وطلبوا من الأستاذ محمد الجرحي ضرورة إنهاء هذه الدراسة اللي عرضت وكانت دراسة وفية تماما، وهيكون في خطوات قادمة وسريعة من أجل إنشاء وتأسيس مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية اللي هيكون لها دور مجتمع كبير جدا في المجتمع في إطار حرص النادي الأهلي على مساعدة المجتمع الحقيقة وعدم الاكتفاء أو الانكفاء على ذاته فقط في المجال الرياضي. النادي الأهلي مؤسسة عظيمة ومؤسسة كبيرة، شايفة أن يكون لها دور مهم في المجتمع المصري بكل تأكيد. الأستاذ محمد ضماطي الحقيقة عضو مجلس إدارة أيضا كان عنده ملف مهم جدا يتعلق بفكرة الموبايل أبليكيشن، واللي كان مجلس الإدارة عرضها في جلسات قبل كده وتكلموا عنها كمان أيام الحملة الانتخابية، ودي هتقدم امتيازات عظيمة جدا للسادة أعضاء النادي الأهلي. ووافق أيضا مجلس الإدارة على هذا العرض القيم اللي طرحه الأستاذ محمد الضماطي، وهيتم تنفيذ فكرة الأبليكيشن اللي هيكون على الموبايل وخاص بأعضاء النادي الأهلي على مراحل في خلال يعني أسابيع قليلة مقبلة، وسيتم الإعلان تباعا للسادة أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي. أيضا وفي هذا الإطار، في إطار ملفات الموكلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، مهندس محمد سراج عضو مجلس الإدارة عرض مشروع يتعلق بإنشاء متحف النادي الأهلي. أيضا ده كان هدف من أهداف مجلس إدارة النادي الأهلي، فكرة إنشاء متحف يليق باسم وتاريخ النادي الأهلي، وهو تاريخ عظيم لا شك،
والحقيقة أنه المجلس وافق على ما جاء بعرض المهندس محمد سراج، وهذا المتحف أو المتحف عربيا يعني سيكون مكانه أو مقره هو النادي الأهلي طبعا بالجزيرة، وتم تكليف المهندس سراج بالبدء فورا في التنفيذ، والحقيقة توفير كل المتطلبات اللازمة لخروج متحف النادي الأهلي بالشكل اللائق. يعني انتهت الجلسة عند هذا الحد، والمجلس قرر في نهاية الاجتماع أن تبقى هذه الجلسة مفتوحة، الجلسة 13، على أن تستكمل يوم الاثنين المقبل إن شاء الله في مقر النادي الأهلي بالجزيرة لاستكمال باقي الملفات وجدول الأعمال، وعلى رأسه تحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية العادية لاعتماد الموازنة أو الميزانية للعام المالي 2017-2018 طبقا للقواعد. بشكر حضراتكم، ودائما الأهلي في عز ونصر. إلى اللقاء. مجموعة من الأخبار المهمة، الملفات اللي عند أعضاء مجلس الإدارة، الأستاذ محمد الجرح، الأستاذ محمد الضماطي، الأستاذ محمد سراج، هم كلهم دكاترة ومهندسين يعني ولادنا ما شاء الله يعني. فالحقيقة ثلاث ملفات في منتهى الأهمية. الاقتراح بتاع الأستاذ الجرحي بالتنمية المجتمعية، مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية، هي حاجة مؤسسة هامة جدا جدا، تزيد من ارتباط النادي الأهلي بمجتمعه وتأثيره وتأثره بالزبط بهذا المجتمع، وأرجو أن هي تبقى بتتضمن أفكار كتيرة جدا عندك بعضها نقدمها، مش ضروري نقدمها على الهواء عشان إيه ما نصدرش على حق حد ممكن يكون في دماغهم أو عندهم مشكلة، لكن مؤكد أن احنا ممكن نقدم لهم بعض الاقتراحات في هذا الصدد. كمان الأستاذ ضماطي اللي هو الخدمات من خلال رقم تقييم الخدمات للأعضاء، ده مهم جدا جدا جدا، ولو أن تفاصيله بس عايزين نعرف أكثر عنها. أما الحلم وأحد أحلام الشخصية الحقيقة المكلف به المهندس محمد سراج بتاع متحف الأهلي، أجمل حاجة أن يصدر قرار رسمي بهذا الأمر، وتقريبا استقروا على انه يبقى في نادي الاهلي بالجزيره، يا رب يكون المكان يعني متحدد برضه بشكل يسمح ان يبقى بالتردد كما اتمنى ان يسوق، لان عايزينه يبقى المدارس والجامعات والناس يقدروا يجوا يعملوا رحلاتهم الى هذا المتحف كنوع من التسويق، ولكن افكار المتحف كلها موجوده. اعتقد ان المهندس سراج عنده برضه تصور مهم في هذا الشأن، كلها أخبار مهمة جدا جدا. إذا خدناها بقى جنب ما صرح به كابتن خطيب بتاع مباراة السوبر بتبقى لها دلالاتها يا أستاذ إبراهيم، صحيح إن في الزحمة كده النادي الأهلي مش ناسي علاقته بأشقاء العرب السعوديين، ومش ناسي إن ده يعني الدور المهم اللي لازم يلعبه، ومش ناسي إنه يفوت الفرصة على المتربصين اللي كانوا عايزين يسيئوا الى هذه العلاقه، اللي من اول يوم كابتن الخطيب بيقول موقفنا لم يتغير وكنا حريصين جدا على المشاركه، قلنا بعض الهموم اللي لازم تراعى عشان نقدر نشارك، ولما ابتدت الناس تهتم بوضع الامور في نصابها الاهلي اكثر الناس حرصا على ان مد جسور التعاون مع الاشقاء العرب خصوصا الاشقاء في السعوديه. وانا بقول لك ما ننساش البطوله العربيه اللي احتضنها النادي الاهلي 95 90، ثم بعد كده بعدها في 96 ده كان وقتها بالتنسيق مع الاتحاد العربي برئاسه الراحل سمو الامير فيصل بن فهد. ايوه طبعا، انا بقول لك يعني كان هم عملوا واحده من انجح عمل مشترك رائع من انجح البطولات اللي هم باعترافهم صحيح يعني اتعملت، وكان لي شرف ان اكون مدير هذه البطوله يعني. واعلم جيدا حرص الاشقاء على وجود النادي الاهلي في مثل هذه المحافل، والاهلي دفع ثمن المشاركه في البطوله دي على حساب البطوله الافريقيه اللي غاب عنها 3 سنين غاب عنها، وده فرصه للقيل والقال صحيح. فالنادي الاهلي باذن الله يشارك في بطوله السوبر، وهيبقى مهرجان جميل بين الاشقاء سواء في المملكه السعوديه وعلى مستوى الوطن العربي والنادي الاهلي، وتبقى مباراه فعلا تبني مزيد من الدعم لجسور التعاون بيننا وبين الاشقاء. وده الحقيقه اللي الكابتن خطيب اكد عليه في كلمته اللي اذيعت في بدايه الحلقه النهارده، انه قبل الاجتماع بلحظات تلقى النادي الاهلي خطاب اتحاد الكوره
اللي بيخطروا بمشاركة الأهلي كبطل الدوري المصري في السوبر المصري السعودي مع اتحاد جدة بطل الكأس السعودية. وقال الكابتن الخطيب وأوضح بمنتهى الكلام الفاصل جدا إن احنا من البداية كان عندنا الرغبة في المشاركة مع ممكن نتوقف على كلمة من البداية لأن البعض يقول لك فين ده من قرارات مجلس الإدارة لأن في قرارات سابقة خلاص ده كان مبدأ مستقر الأهلي وافق على المشاركة وساب الأمر للجهاز الفني علشان يثبت أحد المواعيد المقترحة من اتحاد الكرة وده بيأكد اللي حصل في الجزائر هو نفسه اللي بيحصل بين الأهلي والأشقاء في السعودية هذا الحرص على العلاقات الطيبة العربية الحميمة في التواصل مع الأشقاء الأهلي شوفوا عمل نقلة كبيرة جدا في العلاقة الرياضية مع الأشقاء في الجزائر وعنده كل الحرص على المزيد من التدفئة والمزيد من مد جسور التواصل مع الأشقاء في السعودية وعنده دعوة لإقامة سوبر إماراتي وحريص حتى على المشاركة في سوبر او في مباريات السوبر المصريه انها تقام في الامارات باستمرار ده دور الاهلي العربي اذا كنا بنتكلم على انه مجلس الاداره النهارده بيتكلم على الاهلي ودوره في التنميه المجتمعيه دور الاهلي العربي دور كبير جدا الاهلي عنده هذه العلاقه مع الاشقاء في السعوديه الاهلي يمكن من بدايات الدول اللي كان حريص على التواصل معها بشكل رائع جدا عبر كل العصور كانت المملكة العربية السعودية ما تنساش يا أستاذ إبراهيم الشعبية الجريفة التي يتمتع بها النادي الأهلي في منطقة المنطقة العربية والخليج سواء من خلال الجالية المصرية أو من الشعوب العربية التي بتكون احترام كبير جدا ودي بتلمسها في المناسبات دي بقى بالضبط عندما يحصل الأهلي بـ 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 بأعلى القيم مقابل مباراة الودية وأعلى المساندة في ماتشاته هذا كله بيقول لك مكانة الأهلي بتضفي عليه مسؤولية كمان بالزبط. أكبر من أي حد تاني بالزبط. أن يكون متواجدا طيب ماذا حدث أيضا في اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي النهاردة معنا على الهاتف الصديق العزيز الأستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي عشان نطمئن منه أو نناقشه في بعض القرارات أستاذ شريف أهلا بيك مساء الخيرات أستاذ إبراهيم تحياتي لحضرتك ولأستاذنا العظيم المهندس عادل القيعي ولمشاهدي قناة النادي الأهلي والجمهور العظيم في كل مكان في مصر وفي الوطن العربي أستاذ شريف أمتعتنا بعدد من القرارات محتاجين نتحدث عن البعض منها بداية ما يتعلق بالمشاركة في السوبر المصري السعودي تم حسمه هو لو تأذني أستاذ إبراهيم أنا بشكرك وأثني على كل كلمة يعني ذهبت إليها حضرتك والمهندس عبد القيعي فيما يتعلق بموقف النادي الأهلي الذي أكد عليه مجددا الكابتن محمود الخطيب فلا جديد يحكى أو قديما يعاد في هذا الإطار هذا هو النادي الأهلي ولا أحد زايد على النادي الأهلي وعلى علاقته المتميزة وشديدة الخصوصية بالأشقاء في الوطن العربي فما بالك إذا كانت هذه العلاقة هي مع المملكة العربية السعودية المرتبطة شعبا وحكومة بعلاقة وطيدة ومتميزة وحتمية مع الشعب المصري والقيادة المصرية أيضا الحقيقة أن النادي الأهلي كان من أوائل الأندية كما تعلم حضرتك والمهندس عبد القيعي التي رسخت وأكدت هذه العلاقة المتميزة عبر العصور وكان أول نادي الحقيقة يذهب إلى الدول العربية وإلى دول الخليج الحقيقة الشقيقة تحديدا لتمكين وتوطيد هذه العلاقات والتأكيد على خصوصية هذه العلاقات زي ما حضرتك تفضلت والمهندس عدلي تأكيدا على كلمة الكابتن محمود الخطيب الحقيقة اللي نجح الزملاء في قناة الأهلي وأنا بحييهم رغم أنه خرج من اجتماع مستمر 6 ساعات وكان موجود في مدينة نصر الساعة 1 ظهرا ان هم يعني يقتنصوا هذا التصريح منه اكد على انه النادي الاهلي لم يكن ابدا منذ البدايه لديه تردد يعني مجرد تردد في المشاركه في هكذا محفل عربي وسوبر مصري سعودي لكن كل المشكله كانت تكمن في ارتباطات الفريق الاول في ظل الظروف والتحديات الحاليه اللي بتواجه الفريق وكثره اصاباتهم الى ذلك والبطولات المتعدده التي يشارك كان فقط يريد يعني موعد مناسب للمشاركة في هذا العرس ونحن نتمناه ونرجوه عرسا بإذن الله بين النادي الأهلي وبين اتحاد جدة سعود فهذا هو النادي الأهلي وهذا هو موقفه لم يكن مترددا لم يكن متراجعا كان حاسما لأمر منذ اللحظة الأولى ولكن الأمر كله كان يتعلق باختيار التوقيت المناسب علاقات النادي الأهلي الحقيقة بأشقائه من الأندية العربية وخصوصا في المملكة العربية السعودية هي علاقات شديدة الخصوصية وبالتأكيد
انه هذا القرار ويعني رؤيه مجلس الاداره والكابتن محمود الخطيب هي افلاجت صدور الجميع، بانتظار ان شاء الله انه مجلس الجهاز الفني يحدد احد الايام المناسبه ليه وتحديد الموعد ليكون يوم بالفعل يشار اليه بالبنان، ويؤكد مجددا على شعبيه الاهلي الجارفه الحقيقه ليس في مصر والوطن العربي فقط ولكن في ربوع افريقيا ومنطقه الشرق الاوسط كاكبر نادي في الاقليم. هذا فيما يتعلق بمباراه السوبر السعودي اللي الحقيقه البعض كان يحاول يستغلها يعني اخراج هذه العلاقات عن مسارها الصحيح واستغلالها بشكل يسيء لعلاقات رياضيه وعلاقات تاريخيه بتربط بين الشعبين وبين الانديه العربيه المختلفه، لكن الحمد لله انه المسؤولين كانوا على وعي ويعني لديهم المعرفه الكامله بما يحاك بليل ان صح التعبير يا استاذ ابراهيم، وهذا شيء يؤسف فيه. يعني ما كنا نتمنى ان يكون هكذا الوسط الرياضي، لكن النادي الاهلي باخلاقه وقيمه ومبادئه منذ اللحظه الاولى كان على هذه القيم والتقاليد والمبادئ، ولا يصح الا الصحيح في النهايه. يعني بشكر حضراتكم وبشكر المهندس عادل القيع على كلامكم الطيب والقيم. كابتن محمود الخطيب الحقيقه النهارده اسلك صدور الجميع بالتاكيد مجددا على خصوصيه هذه العلاقات، وبانه مجلس اداره النادي الاهلي ليس لديه اي مانع يعني في لعب هذه المباراه، بل بالعكس يعني هو ده شيء يسعده وتواق اليه، وان شاء الله تقام المباراه في الموعد المقترح وتخرج بشكل يليق بشعبيه النادي الاهلي وايضا اتحاد جده السعودي الشقيق وبما يليق بحجم العلاقات التاريخيه والحتميه بين الشعبين في كل من مصر والمملكه العربيه السعوديه. تمام يا استاذ شريف. في حاجه عايز اضيفها اطلاقا، انا بس عايز اقول لحضرتك ان احنا ما زلنا متواجدين في اهلي مدينه نصر. عدد كبير من اعضاء مجلس الاداره كان متحد مع الساده الاعضاء، المدير التنفيذي بدل موجود بين الاعضاء بيستمع اليهم العميد محمد بركان، كابتن محمود الخطيب على تواصل ومتابعه لكل الملفات. هناك فعلا احتفاليه جميله، الناس سعيده بالجميل الفضل ومرور 25 سنه على انشاء فرع مدينه نصر كاول فرع لاي نادي على مستوى منطقه مصر العربيه، كان الفرع الاول كما تعلم مهندس عدلي ابراهيم. هناك حركه انشاءات كبيره بتتم، عمل دؤوب في مجلس الاداره في كل الملفات، الكل على قلب رجل واحد. ايضا كابتن محمود الخطيب الحقيقه كان حريص على توجيه كلمه للجمهور للتاكيد على ان الجمهور هو الداعم الكبير والرئيسي والتاريخي لكل انتصارات. الحفل شغال دلوقتي يا استاذ شريف مش كده؟ الحفل انتهى منذ قليل. بيحييها الفنان عصام كريك. وغدا ان شاء الله في حفل في الجزيره، الحقيقه الاحتفاليه هتستمر ثلاث ايام، بدات مدينه نصر اللي هو صاحب الفرح والعرس ان صح التعبير، غدا في الجزيره ان شاء الله يكون عندنا فنان جميل هو احمد جمال، وفي يعني الاحتفاليه مستمره وفي الشيخ زايد يوم السبت ان شاء الله. فالحقيقه انه موضوع المباراه يعني قريبا ان شاء الله الجمهور سيسمع اخبار طيبه، لانه الحقيقه انه النادي الاهلي من غير جمهوره بينقصه الكثير، كابتن محمود الخطيب بنفسه بيقود الصالات على اعلى مستوى مع كل اجهزه الدوله لضمان الحقيقه حضور جماهيري مكثف، واختيار الملعب اللي يتوافق عليه الجهاز الفني لضمان الاداء على ارضيه ملعب جيده تناسب الفريق الاول بعيدا عن الاصابات. وبعدين ده حدث يسعد مصر كلها باشمهندس عدلي ابراهيم، فكره وصول النادي الاهلي الى نهائي افريقيا للمره ال 12 في تاريخه، ان شاء الله يا رب تكون البطوله رقم 9، فده حدث الحقيقه كل المسؤولين بيؤكدوا كابتن محمود الخطيب ان ده حدث كبير جدا ومهم، ويعني سيدخل السعاده ليس على قلوب الاهلاويه فقط ولكن على قلوب كل المصريين، فان شاء الله جمهور الاهلي يسمع كلام يعني طيب واخبار طيبه في السعاده ان شاء الله ان شاء الله. يجب الحقيقه بكل اجهزه الدوله ان تتعاون في هذا الاطار، المصريين بحقهم يفرحوا يعني باذن الله. يا استاذ شريف نشكرك جزيلا على اهتمامك وتواصلك الرسمي باسم النادي الاهلي، واعتقد افاض كثيرا بكل التوضيحات، لكن كمان ختام الكلام المهم جدا ان هناك جهودا كبيره تبذل من اجل ضمان حضور اكبر عدد ممكن من الجماهير لمؤازره الاهلي سواء في مباراه الوصل الاماراتي يوم الاحد القادم ان شاء الله، او اللقاء المهم والمرتقب والكبير للاهلي مع الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري الابطال اللي هيكون يوم الجمعه الجايه باذن الله. مباراه الاهلي وستيف زي ما شفنا حضراتكم في ردات الفعل الصحفية وعبر المواقع وإزاي كانت مثار اهتمام من الجميع، أيضا على مستوى التحليلات الفنية عبد الكريم بيرا يتحدث في قناة بي ان سبورت الناقلة للمباراة عن تأهل الأهلي وأداء وفاق الصيف. يعني
طبعا ما بتشوف الجون الاولاني اللي جه فينا بتتنرفش شويه طبعا. بس بتقول الحمد لله انها حصلت في المباراه دي. انما مؤكد الكلام بيعكس برضو ان يعني هم شايفين ان المدرب الاهلي كارتيرون تعامل بذكاء في هذه المباراه واداها حجمها وخد اللي هو عايزه من هذه المباراه. والجمعه يعني قلق في نبرات تحليله حتى كانت متاثره بحاله القلق والزعل والخوف اللي كان بينتابه طول المباراه، فتحدث بمشاعره اللي انا حاسسها فعلا. نشوف. في دروس كبيره النهارده في المباراه، وائل بيتكلم على جول بخبره السنين. فعلا خبره احمد فتحي عاليه جدا في الباص، خبره وليد سليمان في التحرك وفي انهاء الهجمه كان ورا الباك، ازاي لف بجسمه وازاي سبقه وازاي فعلا قدر يطمئن تماما في انهاء الكوره. اعتقد خبره السنين كلها كانت في الهدف ده، في التمريره وفي الفينشنج من وليد، ففي الناحيتين الخبره عاليه جدا. وائل بيتكلم على انه اداء الاهلي هو الأسوأ في هذه البطوله، يعني ربما كان فعلا بحكم الضغط العصبي اللي كان على الناس كلها وهي بتتابع اشعرت الناس بكده، لكن اذا كان الاهلي تعرض لضغط شديد جدا يحسب للاعبيه انه تمركزهم كان سليم، ثباتهم كان جيد جدا، قدراتهم الدفاعيه كانت عند المستوى. كان في تقصير في بعض النواحي الهجوميه، كان ممكن الاداء يتطور هجوميا في بعض الفترات اللي جنب الاهلي مخاطر ان كان ممكن يستقبل هدف متاخر يقصيه من البطوله، كان ممكن الشناوي يكون اكثر تركيزا واكثر حرصا واكثر امانا في التعامل مع كوره ملهاش اي لازمه يتعامل بهذا الشكل. على فكره هدف كمان ما كانش يقصينا. كانوا هم يعني لازم يجيبوا اربعه. هو ده اللي خلاك تلعب بنوع من عدم اللامبالاه في رايي. بالظبط. يعني فده كانت المساله فيها دروس كتيره جدا. الدرس الاول كان من هنا مش من هناك. ما ينفعش الفرص الكتيره السهله تضيع هنا من لعيبه كبيره، ما ينفعش. خاصه ان تكررت المواقف الهجوميه. المساله شفنا خبره وليد سليمان في الحرص الشديد جدا على انه يسجل منها. شوفوا المجهود البدني اللي بذله واحد من اكبر اللعيبه اللي موجوده في الملعب. انه يجري كل هذا المشوار وحريص على كورته قوي ومركز فيها جدا ثم ينهيها بهذا الشكل الدقيق. وليد اول ما اتلعبت كان ورا الباك، جري من ورا منه وسبقه. لكن هي دي الخبره وهو ده التركيز وهو ده الاصرار. ده اللي احنا نتمنى انه كانت كل اللعيبه في مباراه القاهره كان يكون عندها نفس درجه التركيز والاصرار. نتمنى ان شاء الله ان ده الدرس الكبير جدا اللي يخرج به الفريق من هذا الوضع اللي كان فعلا. وائل جمعه مؤكد كواحد من كباتن الاهلي اللي عاشوا هذا الحدث بمشاعره طبعا، تابع المباراه بمشاعره وبانفعالاته وبقلقه، لكن في النهايه تبقى مثل هذه المباريات التي شوف صاحب الليله بقى كارتيرون نفسه ولا تلعب. كارتيرون نفسه بقى تفسيره ايه لما حدث يعني؟ نشوف. المباراة طبعا احنا لعبنا مباراة قدام فرقة كبيرة، وكنت انا كنت قلقان قبل المباراة من حياة اللاعبين الدوليين اللي هيجوا لنا بعد ماتشات دولية، يا ترى كانوا هيبقوا يعني بدنيا جاهزين ولا لا للمباراة. احنا لعبنا الماتش وللأسف احنا نفس الخطأ اللي وقعنا فيه في المباراة دي اللي هو اللي وقعنا فيه في الشوط الثاني في المباراة الثانية الأولانية بتاعت الذهاب، اللي هو احنا ما ترجمناش الفرص. كان ممكن لو ترجمنا الفرص دي كان ممكن نطوي صفحة من القاهرة ما نبقاش في ضغط، بس انا ساعتها طبعا بالتأهل يمكن عدم ترجمة الفرص دي خلتني واقف على الخط قلقان، وكنت بزعق في الدقايق الأخيرة المباراة، بس في الآخر هتأهلنا وبعدي تأهل ده 70 مليون مشجع اهلاوي اللي اكيد فرحين دلوقتي بتاهلنا. اكثر الاشياء المميزه مستر باتريس كارتيرون الجانب النفسي اللي بيشتغل عليه بشكل كبير جدا مع لعيبه النادي الاهلي، وده اللي واضح رغم الغيابات والاصابات الفتره اللي فاتت، لكن اللعيبه كانت جاهزه بشكل كبير جدا. Oui, on a su se qualifier. Je pense très honnêtement que ça a été un match très particulier parce qu'en fin de première mi-temps, on a une énorme occasion. Si on marque à ce moment-là, je pense que c'est terminé. On a la chance d'ouvrir le score à l'heure de jeu. Et après, on a vu qu'en football, tout peut aller très vite. On a un petit peu perdu le fil. On a souffert sur la fin de match. Mais le plus important, encore une fois, c'était vraiment de retrouver des joueurs. Assad Samir, Solaya, qui étaient de retour aujourd'hui dans l'équipe. Et de continuer à monter en puissance pour bien se préparer pour la finale qui se présente.
بتقول طب اللعيبه عملت ماتش كويس. طبعا الموضوع البدني انا بقدر بشتغل مع اللعيبه واللعيبه عملت ماتش كويس جدا. احنا الشوط الاولاني جات لنا فرص كان ممكن نسجل منها. خايف ننزل الشوط الثاني عندها ثقه, وبعد ما جبنا الجون بتاعنا كان عندها ثقه اكبر, لكن طبعا كره القدم يعني مستديره فغير الحال ودخل فينا جولين وكان الماتش اتصعب علينا. بس لازم نستفيد من الحاجات الايجابيه في مباريات زي دي, عوده سعد سمير وسوليه دي حاجه مهمه للفريق وتاهلنا ده حاجه كويسه. طبعا اتكلم بواقعيه جدا كارتيرون, بس في الاخر اشار لعوده سعد سمير والسوليه. ما تنسوش يا جماعه ان في لعيبه دخلت على الفرقه كانت بعيده بقى لها مده, يعني ما ننتظرش الكمال في الاداء في ظل الظروف دي, لكن باذن الله ما تحصلش اخطاء ويحصل اداء افضل, لان في وقت ان الناس تكسب مزيد من اللياقه وتاتي مباراه الوصل عشان تبقى محطه بعض الناس تاخد انفاسها ونشوف وجوه اخرى ممكن يستعان بها في الفتره القادمه. لكن اللعيبه انا حتى محمد يوسف المدرب العام للفريق كان له تفسير عايزين نسمعه. وهنا برضو بتبان يا جماعه قيمه الخبرات, لانه جهاز عنده خبرات عاليه في البطوله دي تحديدا. كابتن محمد يوسف فاز للاهلي باخر لقب في دوري الابطال, كارتيرون فاز باللقب مع مازيمبي, فانتم متخيلين انه جهاز عنده خبرات البطوله بهذه القيمه. نتمنى ان شاء الله تعالى انه يستثمرها كمان بشكل افضل في النهائي ويكون موفق ان شاء الله. الانطباع الكويس اللي سابته البعثه وحاله الحفاوه والترحاب اللي لقيتهم ده كان من خلال السلوك المنضبط للبعثه, من خلال حرص الجميع على الظهور بمظهر يشرف النادي الاهلي ويشرف مصر ويزيد من عمق العلاقه مع الاشقاء في الجزائر. كان ورا ده رئيس للبعثه, وتملي بيبقى رئيس البعثه من مجلس الاداره حريص على الصوره العامه للنادي الاهلي. الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي ورئيس البعثه متحدثا للقناه الناقله للبطوله عن تاهل الاهلي. هي ديت الخلطه بتاعه النادي الاهلي وسر تفوقه, انضباط, التزام, اصرار, روح عاليه جدا, وكمان المهم حاله الحب اللي بين اللعيبه وتوزيع ادوار محدد قوي. بالظبط, حاله الحب اللي بين اللعيبه تشوفوها في مناسبه صغيره. سعد سمير يستقبل مولوده قبل السفر على طول, فتبصوا تلاقوا كمان مصطفى كمال مدرب حراس المرمى عيد ميلاده, تبصوا تلاقي الكل حريص على انه يحتفل مع سعد سمير ويبارك له بفريده. طيب, انفض موسم ولا مولد الوفاق, تأهل الأهلي وفاق, يبقى التركيز في الترجي. القادم أصعب, القادم أهم, القادم بيضيء جرس إنذار مهم لنبرة شايفها منتشرة شوية. أرجوكوا بلاش نغمة رادس ملعبنا. إذا كان هنشعر بالتفوق في رادس, برج العرب ملعب لا يشهد خسارة للترجي. الترجي كل ماتشاته اللي لعبها في برج العرب ما خسرهاش حتى هو بيلعب في البطولة العربية السنة اللي فاتت, حتى هو بيواجه الزمالك, حتى هو مع الاتحاد السكندري ما خسرش, فريق ما بيخسرش في مصر. ما فيش حاجة اسمها قاعدة تستمر. فأرجوكوا, ده الخوف, ده الخوف. أرجوكوا تصدير نغمات ونبرات الاطمئنان الشديدة دي لا, دي مش في مصلحة الفريق. الترجي منافس كبير جدا, محترم جدا, عنده دوافع عالية قوي, هذه المرة مختلفة عن كل المرات. الأمر يحتاج إلى حاجات كتيرة جدا, أهمها التركيز الشديد, المساندة الواعية جدا, هنتكلم على دور الجماهير في وقتها لأنه دور مهم جدا ودور حيوي. إذا كان مطلوب من كل جهات الدولة التعاون مع النادي الأهلي في السماح بأكبر عدد, إن شاء الله يكون الساعة الكاملة للإستاد تكون موجودة بإذن الله. إذا كان ده مطلوب من الجهات كلها, مطلوب من جمهور الأهلي اللي هيروح, المزيد من الحرص, المزيد من الانضباط, المزيد من مراعاة حق النادي الأهلي. وكفاية نقد الفرقة بقى, لأن في قسوة قوي في النقد يعني بصراحة, يعني في تجريح للناس, في قسوة وتهميد للعيبة وإيه ده؟ يعني ما هكذا تورد الإبل يا جماعة. جمهور الأهلي دوره الوعي دلوقتي, جمهور الأهلي اللي هيروح الملعب
محتاج انه ينضبط جدا، يراعي قواعد السلوك والرياضه، يراعي ان دي مباراه رياضيه لا علاقه لها باي حاجه تانية، يراعي ان الاهلي محتاجه فقط. الاهلي محتاجه يدعمه ويسنده ويحفز لعبته ويحقق معاهم افضل نتيجه ان شاء الله. وعلى الجمهور ان يتذكر نقطه انه كان من شهر ونص الاخير في مجموعته. بالظبط. اليوم يلعب الفاينل مع الترجي اللي كان متصدر المجموعه. الترجي منافس تقليدي محترم لدرجه ان الكاب بتقول النهائي التقليدي. ايوه. يعني نهائي متكرر. كون الترجي تربطوا بينا علاقات طيبه نرجو ان نحافظ عليها جميعا نحن وهم. ما نخليش تفسد اي شيء، لكن ان احنا نتصور ان في قواعد تستمر للابد هذه هي الخطوره بعينها. بالعكس انا شايف ان مساله ان كان في اكثر من تفوق متتالي دي نقطه ما متخليناش نحتفل، تخلينا نخاف، لان ما فيش حاجه تستمر بالشكل ده، لان ده هيولد دوافع عنده. ما فيش حاجه بتستمر بالشكل بالزبط. ده بالظبط. يعني اذا كنا متصورين دي لا، ده في توفيق ونتيجه ان النادي الاهلي بيبقى مركز جدا. ايوه. نرجو ان اللياقه البدنيه، اللياقه الذهنيه، الاستشفائيه، اللياقه الذهنيه، اللياقه السلوكيه، اللياقه التحكيميه تكون كلها عناصر باذن الله تؤدي الى النتيجه التي نطلبها. ده راينا، فماذا عن راي الجمهور؟ نشوف هذا التقرير ونطلع منه لفاصل، وبعد منه نشوف كلام مهم عن درة في تاج الأهلي. إن شاء الله بنتمنى إن إحنا نتجاوز هذا الموقف إن شاء الله، لأن دي بطولة ونهائي بطولة، وكلنا بندعو الله إن إحنا نفوز بيها بإذن الله في الماتش بتاعنا اللي هيبقى هنا والماتش اللي هيبقى هناك بإذن الله تعالى. ولكن محتاجين لكتير من التركيز من اللعيبة. رجي ما كانش في حالته الطبيعية. أنا يعني واثق إن الأهلي هيكسب الماتش الأولاني على أرضه، ولما يروح نفس السيناريو اللي حصل مع الفرقة الثانية، إن هنحط جون مثلا باتنين وهنطلع إن شاء الله بالفوز. يعني كلنا شفنا المباراة وحاسين إن في تقصير، إنما الحمد لله إن إحنا طلعنا صعدنا. يعني اللقاء كان صعب شوية، طبعا في لعيبة كتير مصابة بالنادي الأهلي، واللعيبة اللي كانت رجالة وعملت اللي عليها كلهم، وربنا يوفق بقى الماتش اللي جاي إن شاء الله. الترجي لازم طبعا يهتموا أكتر، تمام. وبعدين كان في مشاكل في الدفاع الاخيره، فطبعا يعالجوا موضوع الدفاع لان كان في طبعا ثغرات. شايف ان الاهلي متفوق وعنده اجهزه تنفيذيه مساعده للتدريب وعنده جمهوره، وان شاء الله هيتفوق على الترجي ويمسحه خالص. شايف ان شاء الله المباراه تبقى صعبه، تبقى هنا هيبقى الترجي هيجي يدافع جامد، هيقفل زي ما بنلعب مع كل فرق شمال افريقيا، بس شايف ان احنا ما هنلعب في استاد برج العرب، دي حاجه مش كويسه للجمهور. المفروض احنا كنا نلعب في القاهره، مش عارف ليه بيحصل كده مع النادي الاهلي بالذات. هو طبعا اللقاء كان صعب، ولكن الاهلي طبعا ادى دوره بشكل كويس وادى المباراه بشكل يعني عشان نخرج بالنتيجه الكويسه دي. ان شاء الله ان الاهلي هيكسب وهيكسب الترجي، وان شاء الله ناخد البطوله الافريقيه التاسعه. شايفه ان الاهلي ان شاء الله يعني مستقبله كويس ان شاء الله في يعني في البطوله دي، والاهلي هيقدر يثبت نفسه ان شاء الله، يعني ان شاء الله هناخد التاسعه. والماتش الاخير امام وفاق السيف كان كويس، بس اللي نفعنا الحمد لله ان احنا هنا عملنا سكور كويس فريحنا هناك، فعايزين امام الترجي ان شاء الله باذن الله نقدر نعمل سكور كويس عشان نقدر نريح نفسينا في تونس ان شاء الله. ان شاء الله نكسب الماتش هنا وهنكسب هناك برضو وناخد البطولة التاسعة ونكسب إن شاء الله. طبعا النادي الترجي نادي عريق وتاريخه كبير وكذا مرة لعب مع الأهلي، بس بإذن الله طبعا الأهلي هيكسب وإن شاء الله ياخد البطولة الإفريقية، وده اللي متعودين منه من النادي الأهلي. اهلا بحضراتكم من جديد. وليد سليمان درة في تاج الملك.
تاج الموهوبين، تاج الملك، تاج الأهلي، هو في النهاية الحديث عن هذا اللاعب الدرة، لأنه وليد سليمان فاكرين لما عبد الله السعيد مشي كانت الناس بتتكلم على الأزمة إنه الأهلي مفيش حد يعوض غيابه، وده الكلام اللي اتقال بعد محمد أبو تريكة ما اعتزل. محدش بياخد باله إنه مفيش فريق كبير بيقف على لاعب، هو بيستفيد من اللاعب، لكن بيظهر اللاعب البديل اللي سريعا ما بيتحول إلى لاعب مهم جدا ما تقدرش تستغنى عنه. وليد سليمان كما لو كانت السماء بتكافئه في المباريات الكبيرة، ده اللي استوقفني أنا والمهندس عدلي عند التعرض لحالة وليد لوحدها. وليد، أحمد فتحي، شريف إكرامي، حسام عاشور كابتن الفريق، دول الأعمدة الأساسية اللي شايلين الفرقة دلوقت، معاهم كل العناصر في الأجيال التالية، ومعاهم طبعا مؤمن زكريا، كل الأجيال التالية معاهم، لكن دي العضمية الكبيرة اللي في الفرقة. فلما تلاقوا روح أحمد فتحي في الملعب بهذا الشكل، إخلاص حسام عاشور وتفانيه بهذا الشكل، وإصرار وليد سليمان بهذه القوة، وليد كما لو كانت السماء بتكافئه على الانتماء والإخلاص وحالة الحب اللي عايشها مع النادي الأهلي، فتلاقي لمسته دايما مؤثرة جدا، يجيب جون يجيب بطولة. هي مش حالة حنجورية، يعني مش حالة انه بيتشدق عشان يكسب عطف ال هو بيمارس حب حقيقي، لكن هو بيتكلم عن احساسه هو انه فخور انه في النادي الاهلي وعايز يديله كل ما يملك وياخد منه كل ما يستطيع من بطولات والقاب مش فلوس. لان هو لو سعى للفلوس كان ممكن ياخد فلوس في حتت وفي اكتر من مناسبه، وهو بياخد بيقول لك انا ده رزقي وبيجيلي ومكفيني. وليد سليمان من قبل ما يروح بتروجيت وهو في الجونه كنا بنتكلم فيه وبنخلص فيه. بس ما كانش حد ملتفت له قوي يعني. فكان وقتها في الانتقالات فيه اولويات، على ما ابتدينا نخلص ولقينا بتروجيت خلصت فيه. وظل وهو في بتروجيت سنوات طويله يحلم بالاهلي، يحلم، واحنا كل سنه نحاول، يمكن ست سنين ورا بعض بنحاول ان احنا نستفيد ونجيبه، لدرجه مره دخل المستشفى جاله انهيار عصبي لما فيخرج من المستشفى من بتروجيت قال ينقلوه امبي، قال يعني هو ده العلاج. وبعد كده اشتريناه من امبي هو اللاعب الاغلى وقتها 8 مليون جنيه، ما جبناش حد بالمبلغ ده قبل كده. لكن كان كل قرش دفع فيه يستحقه، لانه فعلا درة في تاج الموهوبين. نشوف في هذا التقرير الصوتي الحاوي وليد سليمان. في إطار وزحمة أزمة عبد الله السعيد، وكنت أتحدث معك على إن النادي الأهلي يعني من حق اللعيب، ودي ما زلت مقتنع بيها، من حق كل لعيب أن يؤمن نفسه، من حقه ياخد القرارات بدون ما يفسر لك واخدها ليه، عقده خلص وأخلص معانا من حقه، ولكن كنا نتمنى أن يبقى في الأهلي. قلت هذا الكلام، خرجت من الاستوديو لقيت وقتها كان وليد راح مقدم عقد على بياض، رسالة منه باشمهندس، من السهل الحصول على الأموال، من الصعب كتابة التاريخ. أنا ما مسحتهاش، ما زالت على التليفون بتاعي. الله. وهو بيكررها كتير، وبيكررها بقناعة، وبيكررها بصدق. ده لعيب ربنا بيديله على قد نيته وعلى قد احتياجنا منه. يا رب يوفق ويكون احد مفاتيح النصر في النهائي باذن الله ان شاء الله. ليه اختصنا وليد بهذه الفقره مع ان كل اللعيبه الكبار زمايله في الفرقه يستاهلوا مننا كل التقدير، وبالتاكيد اخلاصهم وجهودهم هم وكل زمايلهم في الفريق محفوظ عند كل الناس وعند كل الجماهير. وليد تقف عند الحاله بتاعته كنموذج للعطاء الإنساني المتجرد المخلص النقي جدا، وتلاقي تمن هذا الانتماء وهذا العطاء وهذا النقاء توفيق إلهي في ماتشات مهمة جدا العملية تتأزم، فيكون الحل عن طريق وليد سليمان، كما لو كان دي فعلا ترجمة
لمكافأة ربنا سبحانه وتعالى للاعب على هذا الانتماء وهذا العطاء وهذا الإخلاص. هنفكركم ببعض أهداف وليد وتشوفوا في اللحظات الصعبة اللي بتتأزم فيها الأمور الحل بيجي عن طريق وليد سليمان. المسألة لا تتعلق فقط بالمباراة الأخيرة، إنه هدف وليد سليمان سهل للأهل التأهل، هدفه في مباراة القاهرة عزز فرص الأهلي كثيرا أيضا. المسألة ملهاش علاقة فقط بوفاق سطيف، بس عشان نفكركم آخر بطولة للأهلي في دوري الأبطال 2013 كان المدير الفني الكابتن محمد يوسف. في هذه البطولة لو تفتكروا في المجموعات الموقف تأزم مع الأهلي، الأهلي تعادل مع الزمالك وخسر كان من أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي في الجونة، كان مباراة لعبت في نهار رمضان، خسر الأهلي. الفرص بقت صعبة جدا في المجموعة في هذا التوقيت، لكن الأهلي بيلعب ليوباردز الكونغولي، بيلعب ليوباردز الكونغولي رايح جاي في مباراة صعبة جدا، وكان كابتن علي ماهر وقتها الله يمسيه بالخير كان مساعد مع محمد يوسف، كان رأيه أن ليوباردز ده أقوى فريق في البطولة وإذا بوليد سليمان ذهابا الأهلي يكسب 1-0 يسجل وليد، دي في 2013 عشان ينقذ الفرصة نسبيا. لكن الأهلي يرجع يلعب مع ليوباردز في الجونة يكسب الأهلي 2-1 يسجل وليد. فإذا لو الأهلي ما كانش تخطى ده ماتش الجونة، لو الأهلي ما كانش تخطى ليوباردز بقدم وليد سليمان اليسرى ديت كان الأهلي خرج من هذه البطولة. ده اللقب الغالي جدا أو آخر لقب الأهلي حققه في دوري الأبطال 2013، جه الإنقاذ أمام ليوباردز رايح جاي برجل وليد الشمال، ما وقفتش عند هذا الحد. في نفس البطولة 2013 كما لو كانت يعني بطولة السعد بالنسبة لوليد، الأمور بعد ما الزمالك تقدم على الأهلي في الجونة بهدف رجع وليد سليمان هو اللي عدل النتيجة وتعادل للأهلي، وده اللي مهد بعديها لفوز كبير للأهلي 4-2. الإنقاذ جه عن طريق وليد سليمان في بطولة 2013 تحديدا. فشوفوا المسألة كانت بالهدف المؤثر لوليد ده في 2013. 2014 بطولة الكونفدرالية الشهيرة، في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية والأهلي معاه جريدو الأسباني لو تفتكروا، حسم وليد مباراة جروة القطن الكاميروني في قبل النهائي، والمباراة في جروة في عز الظروف الصعبة بيحسم وليد سليمان المباراة لصالح الأهلي عشان يصل به للمباراة النهائية، هو اللي بيصل بالأهلي للمباراة النهائية من جروة. فكانت المسألة شديدة التأثير، 2013 بصمة وليد واضحة جدا على دور الأبطال، 2014 وليد يصعدك للنهائي طبعا بمجهود كل زمايله. بس أنا بقول لكم إزاي ربنا بيوفق لاعب على قدر عطائه وإخلاصه، وزي ما قال لكم المهندس عدلي هو مش مشغول بحاجة غير الإخلاص للأهلي وإنه فعلا يكتب تاريخ لنفسه. أنت قلت في أعمدة للنادي الأهلي، ودي قيمة اللعيب الكبير صاحب الخبرة والإخلاص. يعني انت حتى الماتش الاخراني ده لما تشوف الباصه بتاعت الكابتن احمد فتحي والخبرات والتعاون يفعلها الكبار، حسام عاشور، شريف اكرامي، كبار الاهلي دول اللي بينقلوا تقاليد الفريق الى الاصغر منهم، ولذلك الحفاظ على الاجيال مهم جدا جدا جدا. في نهايه الكونفدراليه نفسها في 2014 الأهلي بيلعب سيو سبورت، بيخسر هناك الأهلي 2-1، نيجي نلعب هنا النتيجة 0-0، الموقف يتأزم جدا، الحكم بيحتسب 6 دقايق وقت بدل ضايع، الجمهور إيدها على قلبها، آخر ثانية في المباراة مين اللي بيعمل العرضية؟ بص جريدو الراجل اتجنن، مين اللي يعمل العرضية لعماد متعب الجون التاريخي؟ وليد سليمان، يعني لو لم يسجل يعمل
صناعة هدف مؤثر جدا قاتل جدا، تقريبا حطتها على دماغ عماد متعب بالظبط، حطتها على دماغ عماد، عشان زي ما وليد صعد بالأهلي للنهائي جه يكسبه كمان أو يهدي لعماد متعب كرة على دماغه يسجل بها عماد هدف التتويج الغالي جدا. دي كانت في الكونفدرالية. هنروح بعيد ليه؟ مع الترجي نفسه، مع الترجي إن شاء الله ويكون فالوا عليه الكمال، مع الترجي في 2012 في المباراة الممتعة جدا للأهلي في رادس، افتكروا هدف وليد سليمان القاتل. بصوا شوفوا الإصرار والاستحواذ والثبات والدقة في التصويب. كان هدف مؤثر جدا لما الأهلي تغلب على الترجي في النهائي، قتل به المباراة تماما بعد الجون الأولاني. دي بصمات أو بعض مصابات وليد القاتلة جدا، وعشان كده هو يحظى باحترام وإشادة الكل دلوقتي. وليد يتحدث عن وليد، يعني وليد صلاح الدين أمير المحللين والموهوبين الحقيقة، دايما باصص على اللعيبة الموهوبة في الملعب، ودايما عنده تقدير للعيب الكورة اللي بيقدر يصنع الفارق واللي يقدر فعلا يغير نتيجة مباراة. وليد صلاح الدين في تحليله في اون سبورت تحدث عن وليد سليمان وتأثيره، نشوف. طيب إذن ده وليد سليمان، ودي مكافأة السماء عن هذا الإخلاص اللي بنتمنى له بإذن الله تعالى أنه يمتد ويستمر ويكون قدوة أو نموذج بنهديه لكل اللعيبة اللي صاعدة في الفرقة، يشوفوا لما لعيب بيخلص في عطائه إلى هذا الحد ربنا كمان بيوفقه وبيبارك له دايما وأبدا، حتى في لحظات صعبة كتيرة جدا تلاقي الحل بيجي من عند هذا النموذج المخلص. يوم الحد إن شاء الله الأهلي مع الوصل، الأهلي يجدد الوصل والزعيم يسعى للوصل، الوصل الإمارات الشقيق يحل ضيفا على الأهلي في برج العرب. المباراة الساعة 8 مساء الأحد إن شاء الله في ذهاب دور 16، ويديرها الحكم أدهم مخادمة الأردني. الأهلي بيستفسر من الاتحاد العربي عن موقف مرانو يوم السبت، في مشكلة في المران. المباراة في برج العرب، المفترض الأهلي والوصل يتمرنوا في ملعب المباراة قبلها بيوم، يعني يتمرنوا يوم السبت، لكن في نفس اليوم هذا الملعب هيستضيف مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في البطولة العربية أيضا. إذن لن يتمكن الوصل من حتى الآن من التدرب على أرضية الملعب، والأهلي أيضا لن يتمكن. دي الأهلي ضم أحمد علاء للقائمة العربية عشان يبقى فيها 29 لاعب ويسمح له بإشراك أحمد علاء معاه في مباراة الوصل. قرار منطقي جدا وفي توقيته. الأهلي عربيا عنده 4 بطولات، البطولة العربية لأبطال الكوس 95، والأبطال الدوري 96، والنخبة في 97 و98. الوصل الإماراتي بيحتل المركز 9 دلوقتي في الدوري الإماراتي، عنده 7 نقاط من 7 مباريات، فاز على دبل فجيرة 3-0 والإمارات 2-1، تعادل مع بنياس 1-1، وخسر 4 مباريات من الوحدة والزفرة والنصر وأهل دبي، سجل في مبارياته حتى الآن 11 هدف واستقبل 4 أهداف. الوصل واخد الدوري الإماراتي 7 مرات، مدرب الوصل الحالي الأرجنتيني جوستافو كونتيروس. اللاعبين الأجانب في الوصل فابيو دي ليما من البرازيل لعب في خط الوسط وده لاعب جيد، كابو كانيدو من البرازيل ده مهاجم، والاثنين بيمثلوا قوة جيدة جدا في الفريق الإماراتي. كل التقدير للوصل، كل الأمل بإذن الله تعالى مزيد من التركيز، مزيد من الهدوء، مزيد من الإصرار، نحقق إن شاء الله نتيجة جيدة في برج العرب قبل مباراة العودة في دبي. قبل ما نقفل نتمنى الشفاء لنجمنا الكبير قوي قوي، واحد من سلاطين الكرة فعلا، جمال عبد العظيم، جمال عبد العظيم السلطان الحائر. وهو سلطان حائر ليه؟ لأنه يعني طب انا هقول لك على حاجه، هسمعك اللقطات التاريخيه لماتش اعتزاله،
دي لحظه بس دي لحظه اعتزال جمال عبد العظيم. هنسمع كمان بصوت ده الكابتن محمد حسام كان حكم الله يرحمه. قائمين مهندس عادل عزت ادي لوفا اهو في صحه جيده والحمد لله. لوفا بتاع السكه الحديد. نشكر كل اللي قاموا على الناس ما تعرفش مين جمال عبد العظيم. اتاحت الفرصه لعلاج الكابتن لوفا. الكابتن لوفا كان لعيب كويس وكان لعيب دولي. بنتمنى له كل التوفيق وكل الشفاء ان شاء الله. دلوقتي خارج الكابتن جمال عبد العظيم. وحيحيي الكابتن محمد حسام والمساعدين حسين موسى ومحمد ابو لحك اكرامي زكريا ناصف محمد السيد طارق خليل عبد الجليل علاء ميوب وائل الخطيب بيقدم له هدية من النادي الأهلي. وادي جمال سالم بيقدم له هدية من نادي المقاولين. وادي حمدي نوح ورضوان عليها بعض الآيات القرآنية. محمود حسن حماد الرومي أبو طالب العيسوي جمال سالم ده يمكن فوزي جمال حمدي نوح وده حلم امام اللي جاب الجول ودول أولاد الكابتن جمال عبد العظيم. تامر وهيثم أهم هيصوروا مع الخطيب. وإكرامي وزي ما قلت لحضراتكم الكابتن جمال عبد العظيم مواليد سنة 50 ابتدى في مدرسة النادي الأهلي مع الكابتن مصطفى حسين ثم أشبال الإسماعيلي تحت 15 و17 بيحيي جماهير الدرجة الثالثة. انتقل لنادي القنال ولعب دولي في نادي أولمبي القنال وده كان نادي من أندية الدرجة الأولى الممتازة. في سنة 73 انتقل للنادي الأهلي وخد أحسن لاعب سنة 74 ثم انتقل للمقاولون سنة 79-80. من سنة 80 أصيب بالكلى وما يزال جمال عبد العظيم للجيل الجديد اللي ما عرفوش. وياريت ندعبس كده عندنا في الأرشيف لو لقينا له ماتشات لأنه كان ملقب بالأخطبوط وجبناه ضمن التدعيمات بتاع السبعينات كابتن طاهر الشيخ ثم جمال عبد العظيم ومحسن صالح وبعد كده جبنا مختار ورمضان السيد لا ده بعديهم رمضان السيد لا تصنيع وبعد رمضان السيد يعني كل التمرينات كان فيها تدعيم انما ده مجموعه السبعينات كان اسمه الاخطبوط وكان بيلعب ناحيه الشمال وهو مع مختار اثنين من اهم الناس اللي لعبت في هذا المركز صحيح فتخيل بقى اثنين من اهم والاثنين كانوا دوليين ايوه يمكن جمال كان سبق كابتن مختار جالنا بعد كده
تحت 21 سنة وتألقه كان مع البطولة البطولة المدرسية. لكن مختار الفرق بين الاثنين ان مختار ركز قوي في الكورة، جمال ما ركزش قوي في الكورة. وجمال من ضمن مهاراته الهائلة انه كان مدافع صلب. فهيدوكوتي عمل بيه اول مرة شفنا هذا التكتيك لعبنا نادي الترسانة. تخيل لعب باكين مين؟ باك ليفت جمال عبد العظيم، باك ليفت، باك ليفت عشان يواجه محمود حسن الحاوي القصير المكين بتاع نادي الترسان. وباك رايت مين؟ طاهر الشيخ. الله، فتخيل الفكر بتاع دلوقتي الطرفين يبقوا عايزين نزعات هجوميه، وطاهر الشيخ جاب جون قطع الشبكه يوميها شات الكره عدت الشبكه. فجمال عبد العظيم لاعب عظيم اسما ومسمى، نرجو له كل الرعاية وكل التقدير، وانه هو في القلب مننا وبإذن الله ما حدش يأثر معاه. كل الشفاء للكابتن جمال عبد العظيم بإذن الله تعالى، كل التوفيق للأهلي مع الوصل الإماراتي يوم الحد، والأهم بإذن الله تعالى الجمعة مع الترجي التونسي حتى تكتمل الفرحة. دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في 9 مساء الاثنين القادم إن شاء الله. وقوم يا أهلي شوف ولادك والجنود. قوم يا أهلي شوف ولادك والبنود، شوف كتيبك، شوف جنودك والحشود، شوف آيات النصر في كل العهود، شوف وسجل بيها أبكار الخلود. انت دايما انت دايما انت دايما 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 في الأمان. كل نعمة في رحابك عندنا، دي مشيئة وإرادة ربنا، شيوخك الكسب تمكنا، وبشبابك احتفظنا باسمنا. انت دايما دايما دايما